بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الشابتر الثاني هو الفيز اوف ماتر. انا عندي ثلاث انواع، ثلاثة فيزز للمادة. المادة بتكون موجودة اما على شكل سوليد او على شكل ليكويد او على شكل جاز. ايه الفرق ما بينهم؟ اول واحد السوليد. سوليد يعني حاجة صلبة، عشان كده بيقولك ريجيد. ريجيد يعني صلب. شكل الذرات بيكون في المادة الصلبة دي مفيش ما بينهم اي فراغ نهائي، وبيكونوا مرتبين بشكل دقيق جدا جدا. فبيقولك ايه ordered arrangement، يعني بالترتيب او بالتتابع، كلهم ورا بعض بشكل معين، واخدين شكل معين في الايه، في الترتيب. ده مين؟ ده ذرات المركب. تمام. او البارتيكل فيكسد فوليوم او البارتيكلز، يبقى الذرات او البارتيكلز كلها بتكون مرتبه ترتيب فظيع، ترتيب مظبوط جدا جدا، بيكون لها شكل وفوليوم، يبقى لها حجم وشكل ثابتين، حجم وشكل ثابتين الاثنين. نوت كومبريسابل يعني ايه؟ يعني حته الالومنيوم اللي في ايدك دي تقدري تضغطيها لحته اصغر؟ لا. تقدري تعملي فيها اي حاجه؟ لا. طب هي في ايدك لها شكل معين وليها حجم معين؟ ايوه. طيب الذرات اللي فيها بتكون موجوده ازاي؟ بتكون مرتبه بشكل فظيع جدا، ما فيش ما بينهم اي فراغ، لدرجه ان انت ما تقدريش تضغطيها اكتر من كده، لان ما فيش فراغ ما بين الذرات. كمان البارتيكل فيري كلوز توجذر، فيري كلوز توجذر يعني هي قريبه جدا جدا لبعضها، لدرجه ان انت ما تقدريش تضغطيها، عشان كده بيقول لك نوت كومبريسابل. اذا السوليد بالنسبه لي تعتبر نوت كومبريسابل، عندها فيكسد فوليوم اند شيب. طيب تعال نشوف الليكويد. الليكويد بيكون فلو، فلو يعني تستطيع ان تنزلق، او يعني ايه لها يعني تقدري تصبيها، لها تقدري تصبيها. تمام. لها فيكسد فوليوم بات فاريبل شيب. يعني انا عندي 1 لتر من الميه، 1 لتر ده الفوليوم بتاعه مظبوط، اداه الفوليوم بتاعه 1 لتر. اقدر احطهم في زجاجه ياخدوا شكل الزجاجه، اقدر احطهم في اناء ياخدوا شكل الاناء. اذا لها حجم معين لكن الشيب بتاعه مختلف، بتاخد شكل الاناء اللي بتوضع فيه، عشان كده بيقول لك فاريبل شيب. تمام. كلها ما بينها وما بين بعضها فراغات بسيطة، very slightly compressible، يعني تقدري تضغطيها بشكل أفضل، يعني نقدر نضغط الليكويد ولكن ما هياش ضغط قوي. ليه؟ لأن المسافات ما بين الذرات موجودة ولكنها ما هياش مسافات كبيرة لدرجة أن أنت تضغطها لحجم أكبر. يعني الواحد لتر، الواحد لتر تقدر تضغطه بحيث انه ياخد حجم، بخلي بالك، بحيث انه ياخد شيب اقل من الشيب اللي موجود. تمام. شورت رينج اوردر يعني هم ما بينهم وما بين بعض مترتبين بطريقه معينه، ولكنها ما هياش اوردرد ارنجمنت، ما هياش زي مثلا السوليد. السوليد مترتب بترتيب فظيع، لكن الليكويد ما هياش مرتبه قوي، وكمان ما بين الذرات فراغات، عشان كده بنقدر نضغط الفراغات دي ونحول المركب لشكل اصغر. كمان شورت رينج موشن يعني ما بينهم وما بين بعضهم حركة، واحدة فيهم تنزلق على الأخرى، علشان كده لها خاصية الانزلاق. الانزلاق يعني تقدر تصبيها من حاجة لحاجة. تمام كده. دي بالنسبة لي الليكويد. أما الجازس، راح لاحظ إن الذرات بتاعة الغاز بعيدة جدا جدا عن بعضها، يعني في فراغات ما بين الذرات. الفراغات اللي ما بين الذرات دي أقدر أضغطها، علشان كده الجاز يعتبر هايلي كومبريسابل. كمان ليست دنس فورم اوف ماتر يعني ما هواش مزدحم. الغاز الذرات ما بينها وما بين بعض مسافات ما هياش مزدحمة، عشان كده بيقول لك ليست دنس يعني ما فيش زحمة قوي. الشيب والفوليوم فاريبل، لا ليها شكل معين ولا له حجم معين. كمان هايلي كومبريسابل بسبب ان انا عندي فراغ امبتي سبيس ما بين الذرات، كل ذره والتانيه في ما بينها فراغ كبير. تمام. كونستانت راندوم كواتيك موشن يعني طول الوقت الذرات في حاله حركه مستمره ودائمه، حاله حركه ثابته ودائمه ومستمره. تمام كده. يبقى كده احنا عرفنا التلات حالات للمادة: solid, liquid and gas. طيب ناخد حاجة اسمها intermolecular force. يعني ايه؟ كل ذرة مع الذرة اللي جنبها في ما بينهم وما بين بعض قوة اسمها قوة التجاذب او قوة التنافر، على حسب اللي احنا هناخده. عندي intermolecular force يعني قوة ما بين الجزيئات وبين بعضها. are attractive forces، attractive forces يعني قوة تجاذب ما بين كل ذرة والتانية، قوة تجاذب. holding particle together in condensed سواء كان liquid أو solid phases of matter. بالنسبة للsolid phase
ايه اللي يخلي الذرة دي مرتبطة بالذرة اللي جنبها بالشكل ده؟ وبالنسبة للليكويد، ايه اللي يخلي الذرة دي مرتبطة باللي جنبها بالشكل ده؟ ليه ما تسيبهاش وتمشي؟ ودي كمان ليه ما تسيبهاش وتمشي؟ قال لك والله لان احنا لقينا ما بين كل ذرة والتانية وما بين كل جزيء والتاني حاجة اسمها قوة تجاذب او attractive force. الاتراكتيف فورس او قوة التجاذب دي هي اللي مديالي الشكل بتاع الليكويد او بتاع السوليد. طب بالنسبة للغاز، الغاز كل واحد بعيد عن التاني خالص، مفيش ما بينهم اي قوة تجاذب اصلا، تمام؟ علشان كده قلنا ان السوليد هما الاتنين مرتبط، كل الذرات دي مرتبطة ببعضها بسبب الايه، الاتراكتيف فورس، لان هي بتخليهم هولدنج بارتيكلز، بتخلي الجزيئات توجذر مع بعضها ان ذا كوندنسد في الشكل الايه اللي قدامك ده، اما الشكل الليكويد او الشكل السوليد. طيب عشان كده بيقول لك ايه، what type of force is responsible for holding molecule together in a liquid، ايه نوع القوة اللي ما بين الجزيئات اللي مخليه شكل الليكويد بالشكل ده؟ هنقول هي قوة التجاذب او الاتراكتيف فورس. هو ده السؤال، الاتراكتيف فورس، تمام؟ يبقى نوع القوة الاولى اللي بتخلي الذرات مرتبطة ببعضها هي الاتراكتيف فورس، تمام؟ طيب الاتراكتيف فورس دي قوى ال تايبس اوف الانتر مولكولار فورس. في عندي نوع تاني من الفورس اسمه فاندر فالز فورس، اسمه فاندر فالز فورس او فاندر فالز فورس. فاندر فالز ده بيقول لك ما بين الاتوم او المولكيول اوف بيور سبستنس انكلود ذا فولوينج، دول بيكون ما بين الذرات للمادة الأصلية اللي ما فيش فيها أي حد تاني غيرها، مثلا مركبات جزيء، مثلا الجزيء مثلا الايه الايه مثلا ال CH3 او هنشوف ما بين مثلا ذرات الهيدروجين H2، ما بين ذرات الفلورايد F2، ما بين ذرات الكلورايد Cl2. دول يعتبروا ايه، مركب بيتكون من كلور بس، او مركب بيتكون من فلور بس، او مركبات بتتكون من هيدروجين بس. يبقى القوة اللي ما بينهم اسمها فاندر فالز. القوة دي ممكن تكون دايبول دايبول انتر اكشن، او هيدروجين بوندنج، او لندن، او ديسبيرشن فورس. ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين، ما بينهم هما التلاتة؟ القوة دي كلها على بعضها مجتمعة بنقول عليها قوة فاندر فالز. اول نوع من القوة دي اسمه الدايبول دايبول انتر اكشن، بيقول لك اتراكتيف فورس ما بين البولر مولكيول. ايه البولر مولكيول؟ احنا اتفقنا كلمة بولر معناها اشارات، اشارة موجبة واشارة سالبة. يبقى الدايبول دايبول انتر اكشن بيكون ما بين ذرتين، وكل ذرة فيهم لها ايه مختلف، لها تشارج مختلفة، زي المية الاو اتش والاتش، الاكسجين والهيدروجين، زي مثلا الكلور والاتش سي ال، الاتش سي ال الهيدروجين عليه اشاره موجبه والسي ال بيكون عليه اشاره سالبه. ده اسمه دايبول دايبول انتر اكشن، بسبب ان ده قطب سالب وده قطب موجب، فبيحصل ما بينهم تجاذب، والتجاذب ده اسمه دايبول دايبول انتر اكشن من نوعيه الفاندر فالز. النوع الثاني اسمه الهيدروجين بوندنج، والهيدروجين بوندنج ده بيكون ما بين ذره لها الكترونيجاتيفيتي عاليه او عندها كهروسالبية عالية، اللي هي موجودة على يمين الجدول، زي الكلور، زي الفلور والبروموليود، زي الأكسجين، زي النيتروجين، كل دول لهم زي ما بنقول لهم ايه سالبية كهربية عالية، وكل دول بيعملوا رابطة هيدروجين بوند او رابطة هيدروجينية مع الهيدروجين. يبقى الاتراكتيف فورس هنا الهيدروجين بوندنج اتراكتيف فورس ان بولر مولكيول، تمام؟ كنتين بولر لان واحد فيهم بيكون عليه السالب علشان هو اعلى في السالبيه الكهربيه، وواحد فيهم عليه اشاره موجبه عشان هو اقل في السالبيه الكهربيه. بس الهيدروجين بوند ده بيكون ما بين الذرات اللي بتحتوي على هيدروجين فقط ومركبات اخرى زي الاكسجين او الفلور والنيتروجين، دي بنقول عليها هايلي الكترونيجاتيف اليمنت، تمام؟ النوع الثالث اسمه الديسبيرشن فورس او اللندن فورس. Attractive force arising from interstitial dipole and induced dipole. يعني ايه؟ يعني الذرة بتعمل لنفسها قطب متدلع كده، ولما تعمل لنفسها قطب بسبب تجمع الالكترونات في ناحية معينة، تقوم ماسكة في قطب تاني، وتقوم او يقوموا عاملين ما بينهم رابطة، اسمها قوة لندن من اسمه متدلعة، فهنيجي في وقتها وهناخده. ناخد اول واحد هو الانتر مولكولار فورس، انتر مولكولار او الدايبول دايبول فورس، اللي هم كلهم تبعوا تحت فان دير وفالز
فاندر فالز. اول نوع منهم هو الدايبول دايبول انتر اكشن، وانا قلت بيكون ما بين الاثنين تشارج، من ما بين قطبين، واحد فيهم سالب وواحد فيهم موجب، يبقى هي نوع من قوة التجاذب اتراكتيف فورس بتوين بوزيتيفلي تشارجد اند اوف وان بولر اند نيجاتيفلي تشارج اند اوف انذر بولر مولكيول، ودي بنقول عليها الالكتروستاتيك فورس او القوة الجاذبية، القوة الجاذبية بسبب اختلاف الايه الاقطاب. قطب سالب هيعمل إشارة مع قطب موجب، وقطب موجب هيعمل إيه؟ رابطه attractive force من النوع dipole dipole interaction بسبب الإيه؟ الاختلاف في الاختلاف في إيه؟ في الأقطاب الموجبة أو السالبة. تتوقع القوة اللي موجودة دي هتعمل إيه في البويلينج بوينت؟ الدايبول دايبول interaction بترفع لي البويلينج بوينت. ليه؟ increase the boiling point. ايه هي البويلنج بوينت؟ درجة الغليان. درجة الغليان بتكون مرفوعة. اشمعنى؟ قال لك والله لان انا بحتاج عندي قوة زيادة علشان اكسر القوة اللي في النص دي، انا هكسر يا دوب المركب. مثلا لو المي لو مثلا جزيء مثلا Cl2 هي ذرة كربون مرتبطة بذرة كربون وليكن مثلا، تمام؟ فانا محتاج اكسر الرابطه اللي ما بين الكلور والكلور، ولسه كمان الجزيء بتاع الكلور ده مرتبط بكلور تاني، غير انك هتكسر الرابطه اللي ما بينهم محتاج تكسر كمان الرابطه الجديده دي. اذا البويلنج بوينت بيتاثر، يعني بيزيد بالقوه اللي هي الدايبول دايبول فورس بسبب انكريز ان الايه الانتر مولكولار فورس اللي بنكون دايبول دايبول. فبيقول ايه؟ The strength of the intermolecular force are generally weaker than either ionic or covalent bond. بيقول لك قوة الدايبول دايبول انتراكشن وبعدين قوة الفاندر فالز كلها بتكون اقل او اضعف من الرابطة الايونيك او الرابطة الكوفالنت بوند، تمام؟ ولكن انا بحتاج اصلا لكسرها طاقة. فمثلا الرابطة الايه؟ الرابطة اللي ما بين الكلور والهيدروجين دي رابطة من النوع البولر كوفالنت بوند، صح؟ يبقى دي الرابطه اللي ما بين الهيدروجين والكلور، هكسرها هحتاج 431 كيلو جول. وهنا نفس الكلام الرابطه اللي ما بين الكلور والهيدروجين هكسرها هحتاج نفسه، والرابطه اللي ما بين الهيدروجين والكلور برضو هكسرها. اذا انا محتاج طاقه جديده حوالي 16 كيلو جول لكل مول علشان اكسر كل مولكيول. يبقى الناتج النهائي، هل البويلنج بوينت هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد البويلنج بوينت. هنا هتزيد بسبب ايه؟ بسبب وجود الانتر مولكولار فورس اللي هي دايبول دايبول فورس ما بين الذرات، تمام كده. واهم حاجة لو جالك سؤال مين اقوى، الدايبول دايبول فورس ولا الكوفالنت بوند ولا الايونيك بوند، هتقولي لها الكوفالنت بوند والايونيك بوند اقوى من الدايبول دايبول فورس، بدليل ان انا علشان اكسر الرابطة التساهمية ما بين الكلور والهيدروجين بحتاج 431 كيلو جول، لكن علشان اكسر الرابطة اللي ما بين الجزيء ككل والجزيء ككل بسبب البول الموجب والبول السالب، دي اللي هي تعتبر ما بين الجزيء ككل، ما بين الجزيء ككل، احنا بنتكلم دلوقتي على القوة ما بين الجزيئات، الجزيء الكامل مش ما بين الذرات، ما بين الذرات دي اللي جوه الجزيء، لكن انا بتكلم عن جزيء ككل. الرابطة اللي ما بين الجزيء ككل محتاج طاقة اكتر علشان ايه؟ اكسره. اذا هي بتساهم في ارتفاع البولينج بوند. تاني حاجة الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند تعتبر زي الدايبول دايبول انتراكتيف وانتراكشن، ولكن هنا اهم حاجة فيها وجود الهيدروجين في المركب واي ذرة اخرى سالبة، يعني الرابطة اللي ما بين الهيدروجين والكلور دي تعتبر ايضا رابطة هيدروجينية. فبيقول ان الهيدروجين بوند is intermolecular force in which a hydrogen bond atom covalently bonded to a non-metal atom. خلي بالك نوع الرابطة هنا كوفالنت، نوع الرابطة هنا تعتبر رابطة كوفالنت. Atom in one molecule is simultaneously attracted to a non-metal atom of a neighboring molecule. يعني ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول انت عندك، بص هنا على جزيء المية ده، ادى الاكسجين وادى الهيدروجين وادى الهيدروجين. الاكسجين اعلى في السالبية الكهربية منهم هما الاتنين، فبيكون عليه اتنين اشارة سالبة جزئية. الاشارة الاولى جاية بسبب الهيدروجين الاول، والاشارة التانية جاية بسبب الهيدروجين التاني. دلوقتي الاكسجين عليه ايه؟ اشارة سالبة، والهيدروجين عليه اشارة موجبة، صح؟
ادى الاكسجين اللي كان عليه اشاره سالبه، لقى جنبه جزيء ميه تاني وعليه وعنده هيدروجينه، فيعمل رابطه هنا ما بينه وما بين الهيدروجين، ودي اسمها الهيدروجين بوند، ودي سبب في زياده درجه غليان الماء والكحولات. يبقى انا عندي ما بين كل جزيء، ديت الجزيء الاولاني ده كله على بعضه جزيء، تمام، وده هو كله على بعضه جزيء. ايه اللي حصل ما بينهم؟ هما الاتنين الجزيء ككل رابطه، وما بين الجزيء ده ككل رابطه، وما بين الجزيء ده ككل رابطه. يبقى كل جزيء بيعمل لي كام رابطه تساهميه؟ بيعمل لي 3 روابط تساهميه، 2 من قبل الهيدروجين لانه هو الهيدروجين دونر، وواحد من قبل الاكسجين لانه الهيدروجين اكسبتور، تمام. فبيقول ايه بقى؟ انت عندك هيدروجين بوند از ان انتر مولكولار فورس، دي تعتبر رابطه ما بين الجزيئات، انتر مولكولار فورس، اللي فيها الهيدروجين بتاع ذره بيرتبط برابطه تساهميه. خلي بالك الرابطه دي نوعها رابطه تساهميه، يعني قويه جدا، رابطه تساهميه لنون ميتال اتوم زي الاكسجين مثلا، ان وان مولكيول في ايه؟ في جزيء اخر. يبقى ذره هيدروجين في جزيء بترتبط برابطه تساهميه لذره اكسجين في جزيء اخر. اوف ا نيبورينج مولكيول اللي هو الجار. بيقول ايه؟ The strongest hydrogen bond are formed if the non-metal atom are small and highly electronegative. بيقول لك كل ما كانت الرابطه التساهميه دي ما بين هيدروجينه وذره قويه نون ميتال، يعني لا فلز، واللا فلز ده كمان عنده قهر سالبيه عاليه زي الاكسجين مثلا او النيتروجين، كل ما كانت الرابطه التساهميه دي قويه. يبقى الرابطه التساهميه اللي ما بين الهيدروجين والاكسجين هنا قويه ولا ضعيفه؟ قويه، لان هي ما بين هيدروجين ونون ميتال اتوم اللي هو الاكسجين، تمام. The strongest hydrogen bond are formed if the non-metal atom are small زي الأكسجين and highly electronegative زي الأكسجين والنيتروجين والفلور. Very strong type of dipole-dipole attraction، يعني هو يعتبر dipole-dipole attractive زي ما اتكلمنا هنا، قلت لكم دي كمان تعتبر hydrogen bond، بس الهيدروجين بوند بتكون اقوى من الدايبول دايبول، بيكوز البوند هنا السو بولر، يعني واحد فيهم بيكون عليه اشاره قويه وواحد فيهم بيكون عليه اشاره معاكسه قويه، بيكوز الاتوم ار سو سمول، لان المركبات بتكون صغيره. يبقى الرابطه الهيدروجينيه اهم حاجه ان هي داخل فيها هيدروجين وذره اخرى، والذره الاخرى دي بتكون سمول وبولر، يعني عليها اشاره سالبه، وبتكون كل ما كان الهيدروجين بوند ما بين ذره لها نون ميتال، ذره صغيره نون ميتال وكمان عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه، كل ما كانت الرابطه ايه؟ قويه. The hydrogen bond only 5% or so of the strength of the covalent bond، تقريبا قوتها زي تقريبا 5% من قوه الكوفالنت بوند. يعني برضو لو جه سالك وقال لك مين اقوى، الكوفالنت بوند اقوى ولا الهيدروجين بوند؟ هتقول له الكوفالنت بوند. الكوفالنت بوند يا شباب اعلى من كل القوى اللي احنا هناخدها النهارده، ان القوى بتاعه النهارده قوى جزيئات، يعني جزيء كامل يرتبط بجزيء كامل، لكن الرابطه التساهميه ذره مع ذره داخل الجزيء، تمام. يعني الرابطه اللي في النص هنا ذره هيدروجين مع ذره كلور، وكلهم على بعض داخل الجزيء، لكن اللي احنا بنتكلم عنه جزيء كامل مع جزيء اخر كامل. اوصلها لكم ازاي؟ علاقه الاخوه ببعض في الاسره الواحده اقوى، ولا علاقه العم بيت العم مثلا ببيت الخال، انا بتكلم ببيت كامل مع بيت كامل، ولا علاقه 2 من افراد البيت ببعض، انهي اقوى؟ طبعا علاقة الأخوة أقوى من علاقة العيلة بالعيلة، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. طيب زي تعالى ناخد مثال تاني، مثلا جزيء الماء والأمونيا. الأمونيا عبارة عن NH3. احنا قلنا من أهم شروط الرابطة الهيدروجينية ان يكون عندي هيدروجين، يبقى الجزيء فيه هيدروجين، أدى الجزيء ككل، وأدى جزيء الأمونيا NH3 ككل. مين القطب السالب في الجزيء ده ومين القطب الموجب؟ القطب السالب في جزيء الأكسجين هو في جزيء الأمونيا هو النيتروجين، والقطب الموجب في جزيء الماء هو الهيدروجين، أي هيدروجين من الاتنين، يحصل ما بينهم رابطة، دي اسمها الرابطة الهيدروجينية، تمام كده. يبقى ممكن يجيلك ده ويقول لك الرابطة الهيدروجينية فين؟ يا إما تعملي ما بين الأكسجين وهيدروجينات أحد المركبات، او ما بين النيتروجين وهيدروجينات احد الميه، احد واحد من الاثنين بتوع الميه،
تمام. طيب بيقول ايه الافكت اوف المولر ماس اند الهيدروجين بوندنج ان البويلنج بوينت. دلوقتي هل قبل ما ندخل فيها، هل الهيدروجين بوند هتزود من البويلنج بوينت؟ هسأل نفسي سؤال، فين الروابط اللي انا محتاجة اكسرها علشان اغلي المركب ده؟ الرابطة الاولى، الرابطة اللي ما بين الاكسجين والهيدروجين، والرابطة اللي ما بين الاكسجين والهيدروجين، والرابطة اللي ما بين الجزيء المية ككل وجزيء الأمونيا ككل، يبقى عندي رابطة جديدة. يبقى الرابطة الجديدة دي هتزود البويلنج بوينت، لأن من بعد ما كان مطلوب منه تكسير رابطتين بقى مطلوب منه تكسير 3 روابط. إذا البويلنج بوينت بتزيد بوجود الروابط الهيدروجينية. خلي بالك كمان احنا قلنا إن الرابطة الهيدروجينية أعلى قوة فاندر فالز في القوة، تالي الرابطة التساهمية. طيب في عندي القوة داخل الجزيئات زي ما احنا قلنا ان هيدروجين بوند، في علاقة ما بين المولر ماس اند الهيدروجين بوندنج اون البويلنج بوينت. عايز يقول لك هنا بالدايجرام ده، لاحظ ان المية الاكسجين والاتش اف والنيتروجين، احنا قلنا ايه؟ كل ما كان ذرة النيتروجين مرتبطة برابطة مرتبطة بمركب قوي زي النيتروجين، الالكتروستاتيك او السلبية الكهربية بتاعته عالية زي الفلور زي النيتروجين أو زي الأكسجين، كل ما كانت الرابطة الهيدروجينية قوية بغض النظر عن المولر ماس، برغم من إن المولر ماس بتاع المية 18 والمولر ماس بتاع ال HF وال NH3 كلهم قليلين، يعني ال NH3 14 زائد 3 يعني 17 جرام لكل مول، ال HF هتلاقيه برضو حوالي تقريبا 17 او 18 تقريبا او 19، ال HCl ال HS ال PH3 يعني ال SNH4 ده في ايه؟ المركب اللي هنا بالرغم من ان درجة المولوكولار ماس بتاعه اعلى مثلا من المية، الا ان درجة الغليان بتاعته قليلة. يبقى المولر ماس بتاع ال SNH4 ده كبير قوي بس درجة الغليان بتاعته قليلة، سالب 100، اما المية درجة الغليان بتاعتها موجب 100، يعني 100 درجة سيليزيوس. اذا في علاقة ما بين المولر ماس والبوندنج والبويلنج بوينت. كل ما قل المولر ماس وكل ما كانت الذرة المرتبطة بالهيدروجين ذات سالبية كهربية قليلة، كل ما كان المركب أقل في درجة الغليان. اما بالرغم من صغر الذرات زي الهيدروجين مرتبط بالفلور، الفلور ذرته صغيره، الذره نفسها حجمها صغير، الميه الاكسجين الذره نفسها حجمها اصغر من الفلور، النيتروجين الذره نفسها ذره النيتروجين حجمها اكبر من الاكسجين والفلور اكبر منهم هما الاثنين. يبقى زي ما بنقول هنا، عايز يقول لك انه كل ما كان الهيدروجين مرتبط بذره اصغر ولها كهروسالبيه عاليه، كل ما كان المركب له درجه غليان اعلى بسبب الهيدروجين بوند بتكون اقوى. تمام كده احنا اخدنا الهيدروجين بوندنج واخدنا القوة الاولى اللي هي الاتراكتيف فورس او اللي احنا بنقول عليها الدايبول فورس. هما الاتنين قريبين من بعض بس الهيدروجينية بتشترط وجود الهيدروجين. القوة اللي بعدها اسمها قوة لندن او لندن ديسبيرشن فورس. مالها بقى؟ قالك مثلا النيتروجين N2 والأكسجين O2 can be liquefied under certain pressure and temperature, so nonpolar molecule must also exhibit attractive intermolecular force. فاكرين لما قلت لكم قوة لندن دي قوة مدلعة؟ يعني ايه مدلعة؟ يعني عملت لنفسها بول، هي اصلا مركبات nonpolar. يعني ايه؟ يعني نيتروجين مرتبط بذرة نيتروجين زيها، هل واحدة فيهم بتسحب الكترونات اكتر من التانية؟ لا، لان هما الاثنين متساويين في الـ الالكترونيجاتيفيتي او اللي احنا بنقول عليها السلبيه الكهربائيه. طيب ايه اللي يحصل؟ قال لك في الوقت ده النيتروجينتين دول علشان يرتبطوا بذره بجزء تاني نيتروجين برضو، هتلاقي ان الكترونات الرابطه كلها هتتجمع في مكان واحد. اذا الناحيه دي بالنسبه لي سالب، لان الكترونات الرابطه من بعد ما كانت ما بينهم هما الاثنين هتروحوا هيروحوا ويعملوا لي ايه؟ زي احتجاج على نهايه المركب. حلو، يبقى طرف المركب من هنا عمل لي دايبول سالب، عمل لي قطب سالب بايه؟ بالدلع. خلي بالك ده ما هوش اصلا موجود، ده هو بيدلعه. فقال لك احنا هنقعد في الناحيه دي من المركب وما احناش عايزين نروح الناحيه الثانيه، فعملوا لي ناحيه سالبه.
على الطرف التاني هيكون ايه؟ على الطرف التاني هيكون موجب. ليه؟ لان الالكترونات سابتهم ومشت. يبقى كل مركب عمل لي 2 دايبول، واحد فيهم سالب وواحد فيهم موجب. السالب اللي اتجمع حواليه الالكترونات، والموجب اللي راح من عنده الالكترونات ضاعت. تمام. تعالي نشوف الجزء اللي التاني اللي زيه عمل نفس الكلام، عمل مكانين، مكان فيه الكترونات ومكان تاني فاضي من الالكترونات عليه اشارة موجبة. هنا سالب لكن هنا موجب. هما الاثنين هيحصل ما بينهم القوة اللي احنا بنقول عليها اللي هي اللندن ديسبرشن. يبقى لو المركبات نون بولر، يعني مفيش ولا واحدة فيهم عندها مفيش ولا واحدة فيهم تقدر تعملي بول، يبقى هيحاولوا يصنعوا لنفسهم بول واحد في بانتقال الالكترونات من مكان لمكان، فبالتالي بقى عندهم 2 بول متدلعين كده هما اللي عاملينهم لنفسهم، وبالتالي هيحصل عندي يعني ايه ارتباط او ترابط. زي مثلا النيتروجين والاكسجين، دي مركبات نون بولر لان ما عندهاش بولز، ما فيش عندها موجب ولا سالب. ممكن نعمل لهم ليكوفاينج اندر سيرتن بريشر اند تمبريتشر لان هم غازات اصلا، وبالتالي نقدر نضغطهم، واحنا قلنا ان الغازات ما بينها وما بين بعضها فراغ كبير، ما بين الذرات وما بين بعضها فراغ كبير. طيب اقدر بما ان هي نيتروجين مش مرتبطه بحد واكسجينه مش مرتبطه بحد، لان احنا قلنا ان الايه ان الغاز كل واحد فيهم بعيد عن التاني ومفيش ما بينهم ترابط. بس النون بولر مولكيولز دي لو انا عملت لها ضغط تقدر ترتبط ببعضها. فبيقول سو النون بولر مولكيول ماست اولسو اكزيبت اتراكتيف انتر مولكيولر فورس اولسو، يعني الحاجات اللي ما عندهاش بولز نقدر هي كمان لازم يكون عندها قوة. القوة اللي عندها ايه بقى؟ بنقول عليها كولومبيك ان نيتشر. كولومبيك يعني قوة تجمع، كلمة كولومبيك يعني تجمع. but they arise from the movement of electrons، انتقال الالكترونات من نون بولر مولكيول اللي موجودة في النون بولر مولكيول. طب انتقال الالكترونات ده هيكمل هيحصل ازاي؟ لك انستينيوس دايبولز، انستينيوس يعني غير ثابت، غير ثابت لحظي. انستينيوس دايبول يبقى انا عندي كده 2 اقطاب. arise from the movement of electrons that disrupt the uniformity، والتي فقدت الايه الاتجاه الصحيح بتاعها of the distribution في التوزيع بتاع الالكترونات اللي موجود في النون بولر مولكيول. الناتج النهائي من هنا ان الالكترونات في النون بولر مولكيول بتحاول تجمع نفسها في مكان علشان تقدر تعمل لي بولز. طيب تعالي نكمل. consequently الالكترونز ار نوت ايفنلي ديستريبيوتد، وبالتالي الالكترونات مش هتقدر مش هتكون ايفنلي، مش هتكون متساويه في التوزيع. جزء هيكون فيه الكترونات وجزء مش هيكون، هيكون خالي من الالكترونات او فاضي من الالكترونات. طيب بس نكمل. الجزء اللي هيكون فاضي من الالكترونات هيكون عليه اشاره موجبه، والجزء اللي عليه الكترونات هيكون عليه اشاره سالبه. at every instant in time يعني طول الوقت الالكترونات في حاله تغير وعدم تثبت في مكانها. thus they will an instantaneous dipole، وبالتالي انا عندي 2 اقطاب والاقطاب ديت ما هياش موجوده طول الوقت، الاقطاب دي مفتعله. الاتومز with instantaneous dipoles induce a dipole in the atom next to it، وبالتالي هتخلي برضو الذرة دي عملت لنفسها دايبول بقى عليها إشارة سالبة من هنا وإشارة موجبة جزئية من هنا. هتخلي اللي جنبها هي كمان عشان ما يحصلش ما بينهم تنافر، هتخلي اللي جنبها تنقل الإلكترونات الناحية التانية علشان السالب يبقى قصاده موجب. يعني انديوس معناها تخلي الذرة اللي جنبها تفتعل هي كمان دايبول. الناتج النهائي من الاتراكتف فورس هنا arise from instantaneous dipole. instantaneous يعني ايه؟ غير ثابت. instantaneous ومتحرك طول الوقت. and induced dipole dipole الانستينيوس دايبول اللي جاي من الذرة الاولى والانديوز دايبول اللي جاي من الذرة الثانية. تعالي كده نشوف يعني ايه. لو انا عندي ذرة هيليوم عايزة ترتبط بذرة هيليوم تانية، تمام، ايه اللي هيحصل؟ قالك والله في الوقت ده ادى الهيليوم اتوم الاولانية الالكترونات بتاعتها متوزعة توزيع طبيعي، وهنا الالكترونات بتاع ذره الهيليوم دي ايه مش متوزعه توزيع طبيعي، بدليل ان كل واحد فيهم في ناحيه، ان هما الاثنين موجودين في ناحيه واحده فقط. يعني الذره الاولى خلت الالكترونات كلها تروح في ناحيه والثانيه ما فيهاش ناحيه. يعني ايه؟ بص كده، لو دي الاتوم، لو دي النواه بتاعه الذره، تمام، الذره الاولى عملت ايه؟ قالك الالكترونات بتاعتها بعدت، يعني دي الهالة بتاعت الالكترونات عليها اشارة سالبة، والالكترونات بتاعت التانية دي قربت للناحية اللي ما فيهاش الكترون، يعني ده اشارة موجبة.
تمام، وبالتالي هنا اشاره سالبه، الاشاره السالبه بتاعت ذره عملت لي اشاره موجبه عند ذره تانية. طب نقول تاني بطريقه اخرى، ادي عندي ذره هيليوم، ذره الهيليوم دي الاولى دي ذره طبيعيه، ذره ايه طبيعيه، خلينا نعمل مثلا باللون ده عشان يبقى واضح، الذره دي ذره طبيعيه الالكترونات فيها متوزعه توزيع طبيعي، لكن الذره دي ذره غير طبيعيه الالكترونات فيها متوزعه عامله ديبول، عامله ناحيه دي ناحيه سالبه، تمام. عشان هما الاثنين يرتبطوا مع بعض قال لك الذره ده هي دي اللي بقى عندها حاجه اسمها انستينيوس ايه، دي عندها انستينيوس بول. طب الذره دي ما فيهاش حاجه ولا لسه ما فيهاش اي بولز، طيب الناحيه دي سالب، تقوم عامله ايه في الاشاره في الذره اللي جنبها، تخلي الناحيه دي موجب، صح، تقوم مخليه الالكترونات تبعد الناحيه دي علشان انا عايز الناحيه دي موجبه لان انا عندي هنا سالب. اذا ده بنقول عليه الانديوزد، الانديوزد يعني اللي جاي نتيجه لذره تانيه، يبقى ده اسمه الانستينيوس ودي اللي اسمها الانديوزد، ده اللي بادئ اسمه انستينيوس وده اللي اتاثر اسمه الانديوزد. فعلا ده اللي حصل، ادي الذره الاولى اللي هي الناحيه دي ديت هي دي عندها الالكترونات موجوده الناحيه دي فعملت بول سالب، خلت الذره يكون عندها الناحيه دي ما فيش الكترونات تعمل لي بول موجب علشان يحصل ما بينهم هما الاثنين الاتراكشن، دي اللي احنا بنقول عليها اللندن ديسبيرشن فورس، بتحصل ما بين ذرتين متشابهتين، خلي بالك اللندن ديسبيرشن فورس بتحصل ما بين ذرتين متشابهتين. نيجي تاني نفتكر الـ القوة اللي احنا اخدناها، اخدنا اول حاجة الدايبول دايبول فورس، ودي بتحصل ما بين ذرات عندها اصلا ناحية سالبة وناحية موجبة، دي الدايبول دايبول. وبعد كده اخدنا الهيدروجين بوند وقلنا ان الهيدروجين بوند شرط يكون فيه هيدروجين هيدروجين في المركبات، والهيدروجين ده يقابله يا اما اكسجين يا اما نيتروجين يا اما فلور، لو ما فيش واحد من دول يبقى ما فيش رابطه هيدروجينيه، لو ما فيش هيدروجين يبقى ما فيش رابطه هيدروجينيه، تمام. وعندي اللي احنا اخدناها دلوقتي اللي هي لندن ديسبيرشن فورس، لندن ديسبيرشن فورس اللي احنا بنقول عليها اقطاب مفتعله او اقطاب متدلعه، لان هي اللي بتعمل لنفسها الاقطاب، لندن ديسبيرشن فورس، ودي بتكون ما بين ذرتين غالبا متشابهين، تمام. طيب هناخد تعالي كده نشوف اللي احنا قلناه، مثلا عندك الاتوم A والاتوم B، ده هما الاثنين ما فيش بولاريزيشن، اول ما يقول لك نو بولاريزيشن يبقى نون بولر، نون بولر يعني خلاص هيجي في فالي مين اللندن ديسبيرشن فيز. ايه اللي حصل، هتيجي واحده فيهم تعمل لنفسها بول، قامت جايه الذره الاولى الاتوم A عملت لنفسها بول بانها خلت الالكترونات كلها يكون على الناحيه اليمين، وبالتالي عملت لي اشاره سالبه جزئيه الناحيه دي واشاره موجبه جزئيه لان الالكترونات مش موجوده فيها باستمرار، يبقى ده اللي احنا بنقول عليها الانستانياس دايبول، ده البدايه، ده المحفز، ده المحفز. طيب مين اللي هيتاثر، الذره اللي جنبها هتتاثر ازاي، بان يكون عندي الناحيه دي تتاثر بوجود الاشاره الموجبه فتعمل لي اشاره سالبه هي كمان، بما ان الناحيه دي موجب يبقى انا هعمل الناحيه دي سالب، يبقى الاتوم بي هتوزع الالكترونات في الناحيه اللي قصاد الثانيه اللي ما عندهاش الكترونات عشان يبقى عندي موجب وعندي سالب، ودي اللي احنا بنقول عليه الانديوزد، دي اسمها الانديوزد اللي هو المؤثر اللي اتاثر يعني الانديوزد. اذا الناتج النهائي هو لندن ديسبيرشن فورس، عشان كده بيقول ريلاتيفلي ويك، خلي بالك قوتها بقى ضعيفة، relatively weak intermolecular force resulting from temporarily، temporarily يعني مؤقت، لأن هم بيعملوا لي فعلا dipoles مؤقتة، uneven distribution، uneven يعني غير متساوي، توزيع للإلكترونات غير متساوي على مستوى الذرة، وبالتالي بيعمل لي dipole in a neighbor يخلي الذرة المجاورة هي كمان تعمل لي dipole، تعمل لي قطب. كده احنا أخدنا التلاتة، لو جالنا أي سؤال نقدر نحله. تعال نشوف الأسئلة اللي جاية لي دي، السؤال بيقول هيجيلك بالشكل ده، what type of intermolecular force exists between the following pairs، يعني هيديكي ازواج من المركبات ويقولك ايه نوع الروابط اللي ما بينهم، عندك مثلا ال HBr and ال H2S، ده زوجين، زوج من ال HBr مركب اسمه HBr ومركب تاني اسمه H2S، ايه نوع الفورس اللي هتكون موجودة ما بينهم، الكلور والسي بي ار 4 الاثنين دول ايه نوع الفورس اللي ممكن تكون بينهم، الايودايد والنيتريت ايه نوع الفورس اللي ممكن تكون بينهم، والان اتش 3 اند البنزين ايه نوع الفورس اللي ممكن تكون بينهم، او ايه هي الاستراتيجيه اللي اقدر احل بيها. اول حاجه هتمسكي كل زوج لوحده،
مثلا ال HBr، احنا قلنا ايه في ال HBr؟ قلنا ان المركب ده اخدناهم في الدايبول دايبول انتراكشن الاول واحد، وقلنا ان بيتكون عندي اتنين دايبول. ليه؟ لان ذره فيهم اعلى في السالبيه الكهربيه من الثانيه، البروم موجود اقصى اليمين والهيدروجين موجود اقصى اليسار. الهيدروجين اقل في السالبيه الكهربيه فيبقى عليه اشاره سالبه جزئيه موجبه قصدي جزئيه، والبروم بيسحب الالكترونات ناحيته فيبقى عليه اشاره سالبه جزئيه. يبقى المركب ده بنقول عليه نون بولر، ادي اول واحد. تمام، ناخد المركب الثاني. المركب الثاني اللي معاه في نفس الزوج ال H2S، ذره S في النص وحواليها ذرتين هيدروجين. فين السلفر؟ السلفر موجود في اقصى يمين الجدول في الدوره الثانيه، والهيدروجين موجود في اليسار. اذا نفس الطريقه برضو، السلفر هيكون عليه اشاره سالبه جزئيه، اشاره سالبه جزئيه 2، لان الهيدروجين هيكون عليه اشاره موجبه، السلفر هيكون عليه سالبه، والهيدروجين ده كمان هيكون عليه اشاره موجبه، والسلفر هيكون عليه 2 سالبه جزئيه. اذا السلفر برضو يعتبر بالنسبه لي نون بولر موليكيول. يبقى انا عندي 2 نون بولر مرتبطين مع بعض، واحنا قلنا لما يكون عندي نون بولر ونون بولر يبقى النوع بيكون ما بينهم دايبول دايبول انتر اكشن. تمام، يبقى ده اول حاجه عرفتها، ان الدايبول دايبول انتر اكشن بتكون ما بين جزيئين وكل واحد فيهم نون بولر. ده اول حاجه. الحاجة التانية، أنا كنت قلت لكم من شوية في الفيديو إن الديسبرجن أو اللندن ديسبرجن فورس موجودة ما بين الذرتين اللي زي بعض، لا هو كانت غلطة فصححوها. المفروض إن الديسبرجن فورس موجودة ما بين كل الجزيئات. تمام، ما بين كل الجزيئات، يعني كل واحد من دول ما بينهم ديسبرجن فورس اللي هي اللندن فورسز. تمام، يبقى دي ما بينها هما الاثنين ما بينهم نون دايبول دايبول انتر اكشن، وكمان ما بينهم الديسبرجن فورس. تمام، ناخد الذره الثانيه. يبقى خلاص قلنا ان الاتش بي ار والاتش 2 اس الاثنين بولر مولكيول، اذا ما بينهم ذيرفور الانتر مولكولار فورس اللي موجوده ما بينهم هي الدايبول دايبول فورس از ويل از الديسبرجن فورس، لان الديسبرجن فورس موجوده في الكل. طيب رقم 2، يبقى دي كده احنا خلصنا الجزء الزوجين الاولانيين. الزوجين التانيين السي ال 2 والسي بي ار 4، تعالى كده نرسم السي ال 2 اهو، سي ال مرتبط بكلور. احنا قلنا ايه؟ لما يكون الذرتين زي بعض يبقى اكيد البولاريتي بتاعتهم زيرو، يعني هما نون بولر اصلا، لان احنا قلنا ايه؟ مفيش واحد فيهم هياخد الكترونات على حساب التاني. طيب ناخد الجزء التاني، كربون متصل باربع روابط ببروم. خديها قاعده، الكربون لو متصل بيه اربع روابط متشابهين او اي حاجه، اي سنترال اتوم في النص ايا كان نوعها، اي سنترال اتوم في النص ايا كان نوع السنترال اتوم دي، طالما مرتبط بيها اربع ذرات متشابهين يبقى البولاريتي بتاعتهم هم كمان زيرو، يبقى نون بولر مولكيول. يبقى تاني، لو ذره مرتبط بيها اربع روابط متشابهين، اربع ذرات متشابهين، يبقى البولاريتي بتاعتهم صفر. زي هنا الكربون مرتبط به اربع ذرات من البروم، صح؟ يبقى هنا صح، ساعتها المركب ده نون بولر هو كمان. طيب انا عندي كده مركب نون بولر مع مركب نون بولر، هيبقى ما بينهم ايه؟ مفيش غير الديسبرجن فورس فقط اللي احنا قلناها، اللي احنا قلنا بتتكون ما بين الجزيئات اللي هي ما ليهاش بولاريتي. therefore there are non polar، هما الاثنين non polar علشان فقط هيكون ما بينهم اخر واحده اللي هي اللندن ديسبرشن فورس. بعد كده عندك الايودايد. تمام، الجزء الايودايد والان او 3، ركزي كده معايا. الايودايد زيه زي الكلورايد، اتنين يود مرتبطين مع بعض، هنا non polar. تمام، وعندي الزوج الثاني هو ال NO3 عليه اشاره سالبه، هيعمل ايه؟ واحد فيهم عليه اشاره سالبه وواحد فيهم ما عليهوش اشارات، يبقى لا هو دايبول، ما ينفعش نقول ان هما دايبول دايبول انتر اكشن، لان لازم يكون الاثنين نون بولر، وما هياش هيدروجينيه لان ما فيش واحد فيهم عنده هيدروجين والتاني لا. طيب يبقى العلاقه ما بينهم ايه؟ فقط الايه؟ فقط الفورس اللي هتكون ما بينهم هي الانديوزد دايبول فورس اللي احنا قلناها في الاخير اللي هي اللندن ديسبرشن فورس، لان ال NO3 هيخلي الايودايت يبقى عليه اشاره موجبه جزئيه، هو عليه اشاره سالبه النيتريت، اذا الايودايت هيعمل هو كمان الكتروناته هتروح في ناحيه ويبقى ناحيه فيهم عليها اشاره موجبه ويرتبطوا هما الاثنين باللندن ديسبرشن فورس، اذا الايودايت هيبقى انديوزد ايودايت انديوزد دايبول فورس، وبالتالي الديسبرجن فورس. تمام كده. طيب اخر زوج، الزوج اللي هو بيقول عليه ال NH3 والC6H6،
ال NH3 و C6H6. أولا البنزين، البنزين يعتبر بالنسبة لي نون بولر. البنزين أخدناها وقلنا إن هو نون بولر، تمام، اللي هو C6H6. خلي بالك C6H6 هو البنزين، تمام. وال NH3، ال NH3 يا دكتورة أدى النيتروجين، مرتبط بثلاث روابط بهيدروجين. طالما مرتبط بثلاث روابط بس مش أربعة، ساعتها النيتروجين بيكون عليه إشارة سالبة جزئية، والهيدروجينات بيكون عليها إشارة موجبة جزئية. واحد سالب والتاني موجب، أو واحد بولر والتاني نان بولر، يبقى برضه مفيش ما بينهم غير ال induced force. البولر هيخلي التاني يعمل لنفسه إيه؟ يعمل لنفسه بول، تمام كده. يبقى اذا مفيش عندي غير اللي هي الديسبرش، الدايبول انديوسد دايبول، الدايبول انديوسد دايبول فورس اند الديسبرشن فورس. يبقى انا اقدر اصنف المركبات بالشكل التالي: مركب نون بولر مع مركب تاني نون بولر، يبقى النوع اللي ما بينهم الديسبرشن او اللندن ديسبرشن فورس، ديسبرشن او اللي بنقول عليها اللندن ديسبرشن فورس، تمام كده. طيب مركب بولر مع مركب بولر اخر اللي ما بينهم، ماشي، الدايبول دايبول انتر اكشن اللي هي اول واحده فقط، الدايبول دايبول فورس، تمام، وكمان اللندن ديسبرشن فورس، لان اللندن موجوده في الكل. اللندن ديسبرشن فورس موجوده في الكل، او الديسبرشن فورس في كل المركبات سواء بولر نون بولر اي حاجه، هي موجوده في كل المركبات، تمام. طيب واحده بولر وواحده نون بولر، او واحده عليها تشارج ايا كان نوع التشارج اللي عندها، هاف تشارج سواء كان عليها سالب او موجب، زي ما اخدنا في ال NH3 ده كان بولر، ده بولر. واخدنا مين كمان كان عليه اشاره سالبه؟ الاف ماينس، صح، كانت هي اللي عليها اشاره سالبه، ولا كان مين؟ هنا الايودايد اند السي بي ار 4، لا خلاص قلناها. ال ان او 3 كانت النيتريت، النيتريت دي كان عليها اشاره سالبه، تمام. طالما انت عندك واحده بولر او عليها تشارج مع واحده نون بولر، يبقى عندك نوعين من من الفورس. اول واحده اللي موجوده في الكل اللي هي اللندن ديسبرشن، موجوده عند كل الناس، تمام، بس بنزود عليها كلمه طالما واحده فيهم عندها اشاره او بولر والتانية ما عندهاش اشاره، يبقى ساعتها ممكن نقول عليها دايبول انديوز دايبول دايبول مومنت، بنقول عليها كده. هي اصلا تبع اللندن ديسبرشن فيرس، بس احنا بنقولها كده انديوسد دايبول دايبول انتر اكشن. طيب تعالى ناخد المثال اللي بعده، او اتراكشن، ناخد المثال اللي بعده هنحله لوحدنا بقى. نبدا بيقول ايه؟ قولي لي الانتر مولكولار فورس اللي ما بين الذرات اللي جايه دي. عندك الليثيوم اف ال اي اف 4 والسي ال اي اس 4 والسي اتش 4، تمام، والاس او 4 بتوين سي اتش 4. يعني هتاخدي كل واحد فيهم وتشوفي الحاجه اللي ما بينهم. لو مثلا عندي اتنين من ال اي اف 4، لو عندي اتنين من السي اتش 4، لو عندي اتنين من الاس او 2، هيكون عامل ازاي؟ نرسمه، نكتبهم بره ال اي اف 4 وعندي سي اتش 4 وعندي مين؟ الاس او 2، صح كده، الاس او 2، تمام. هناخد ال اي اف 4 ده، لو كان كده انا مش شايفه صح. لو كان عندي ال اي اف 4 يعني مرتبط باربع روابط من الفلورايد، تمام. طبعا الفلور اعلى في السلبيه الكهربيه من الليثيوم، فالالكترونات بتتجه ناحيته. بس انا قلت لك ايه؟ قلت لك خلي بالك لو انت عندك سنترال اتوم وحواليها اربع ذرات متشابهه، ساعتها المركب ده يعتبر بالنسبه لك نون بولر، تمام. يبقى تاني، اي ذره حواليها ذرة تانية فيها أربع روابط متشابهين من نفس الذرة، يبقى ساعتها المركب ده نون بولر. وبما إنه نون بولر، النون بولر مع النون بولر قلت بيديني إيه؟ خلاص، فوق نون بولر مع نون بولر بيديني لندن ديسبرشن فورس. إذا المركب ده عنده فقط لندن ديسبرشن فورس. طيب السي اتش 4 نفسها ذرة كربون في النص وحواليها أربع روابط من الهيدروجين، المركب ده نون بولر، يبقى اذا برضه لندن ديسبرشن فيرس. تعال نشوف الاس او 2، المفروض ذره سلفر في النص وحواليها اتنين اكسجين، مين اعلى في السلبيه الكهربيه؟
الأكسجين أعلى في السالبية الكهربية من السلفر، لأن تقريبا 3.5 السالبية الكهربية بتاعته، والسلفر تقريبا 2.4 أو 2.5، هو كان 2.5، يعني الفرق ما بينهم هما الاتنين تقريبا واحد، لأن احنا بنعرف الإلكترونيجاتيفيتي من الفرق ما بين الاتنين. فبالتالي كل الإلكترونات راحة ناحية الأكسجين، الأكسجين عليه إشارة سالبة جزئية والسلفر عليه إشارة موجبة جزئية. نفس الكلام، الأكسجين سالبة جزئية والسلفر 2 موجب جزئية. طيب قولي لي، هل المركب ده بولر ولا نون بولر؟ المركب ده بولر يا دكتوره، يبقى هيكون عنده حاجتين. اول حاجه الدايبول دايبول انتر اكشن، دايبول دايبول. الحاجه الثانيه هي الديسبرشن فورس اللي احنا قلنا عليها بتاعه ايه كله، اللي هي اللندن ديسبرشن فورس. طيب كده احنا عرفنا ازاي نقدر نحل الايه المسائل اللي من النوع ده. مساله ثانيه بيقول لي ايه، which of the following can form hydrogen bond with the water، ايه اللي يقدر يعمل لي روابط هيدروجينيه مع الميه. نفتكر كده ونرجع بالذاكره لورا، الهيدروجين فورس ما كانتش بتتعمل الا لو المركب بيحتوي على هيدروجين والمركب الاخر يحتوي على نيتروجين او اكسجين او فلور، فاكرين الكلام ده؟ تمام. يبقى لو انا عندي اي مركب فيه نيتروجين يعمل هيدروجين بوند، فيه اكسجين يعمل هيدروجين بوند، فيه فلور يعمل هيدروجين بوند. تعال نصنف المركبات، CH3OCH3 المركب ده بيحتوي على اكسجين، CH4 لا يحتوي على اكسجين، فلور من ضمن المركبات اذا يعمل، HCOOH في اكسجين تاني يقدر يعمل، صوديوم ما يقدرش. يبقى خلاص انا كده حليت المساله. قلت ايه؟ قلت اي ذره تحتوي على اكسجين او فلور او نيتروجين هما اللي يقدروا يعملوا لي رابطه، يبقى اي حد يقدر يعمل لي رابطه هيدروجينيه مع الميه لو يحتوي فقط على فلور او اكسجين او نيتروجين. تعال نشوف المركبات، المركب الاولاني CH3OCH3 اللي هو ادا CH3OCH3 يقدر يعمل، تمام. طيب هو فين اهو، CH3OCH3 كل اللي بتعمليه بتقومي حاطه الاكسجين في النص وعامله المركبات اللي باقيه اللي طالعه منه على ناحيتين، ادا الاكسجين في النص وقمت عامله الاكسجين ده طالع منه CH3 وطالع منه CH3، ادا CH3 الاولى وادا CH3 الثانيه، بحيث ان هو انك تعمليهم على شكل زاويه قايمه، تمام. والميه الاكسجين هيعمل رابطه هيدروجينيه مع مين، مع اكسجين ولا مع هيدروجين؟ مع هيدروجين الماء، وتقومي رسمه هيدروجين الماء برضه بنفس المثلث، ادا الهيدروجين وفي نفس الوقت ترسمي لي الاكسجين اللي مرتبط بيه CH3 من فوق ومرتبط بيه CH3 من تحت، وتقومي عامله له رابطه ما بينهم هما الاثنين، وتقول ان دي الرابطه الهيدروجينيه اللي تمت، وبما ان المركب بيحتوي على اكسجين اذا يستطيع ان يعمل رابطه هيدروجينيه مع الماء. الفلورايد، الفلورايد يعتبر بالنسبه لي من الذرات اللي بتعمل رابطه هيدروجينيه مع الماء، ادا الفلور عنده 6 الكترونات 7 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، يعمل رابطه هيدروجينيه بالسالب اللي عنده مع الهيدروجين، وبما ان عليه اشاره سالبه اذا عنده 8 الكترونات فقط وليس 8، 8 الكترونات مش 7، لان الاشاره السالبه دي معناها الكترون زايد. ونفس الرسمه ترسمي الفلور وتقومي عامله ما بينه وما بين الهيدروجين رابطه بتاع الميه. طيب بعد كده عندي مين؟ قلت السي اتش 4 ما بيعملش، عندك بعد كده حمض الفورميك اسيد 2 اكسجين. الفورميك اسيد بيتعمل ازاي؟ اما بالنسبه لحمض الكربوكسيليك اللي هو الفورميك اسيد سي اتش سي او او اتش، ده بيترسم ازاي يا شباب؟ هرسمه لكم بره برضو. عباره عن ايه؟ دايما اي حاجه فيها سي او او بترسميها بالشكل ده، سي دبل بوند او او، وبعدين ارسمي بقيه الحاجات اللي طالعه من المركب، هنا متصل بيها هيدروجين وهنا متصل بيها هيدروجين، ادا اتش سي او او اتش، يبقى ده حمض الفورميك اسيد. وانا عند الميه قلت لك ايه في الميه؟ ارسمي اكسجينه وهيدروجينتين، تمام؟ تمام. مين اللي هيعمل مع مين رابطه؟ الاكسجين ده هيروح يعمل رابطه هيدروجينيه مع الماء. حلو الكلام، حلو الكلام. والمفروض ان الاكسجين بتاع الماء هيعمل رابطه هيدروجينيه مع الهيدروجين بتاع الحمض، يبقى كده انا عملت فعلا رابطتين هيدروجينيتين موجودين في حمض الفورميك اسيد، تمام. ولو فيه ميه تانية هتلاقي الاكسجين ده عامل رابط، الاكسجين الباقي عامل رابطه هيدروجينيه مع مين؟ مع جزء ميه تاني اهو بالشكل ده، ادا هيدروجينه وادا هيدروجينه، هيروح الاكسجين يعمل رابطه ما بينهم هما الاثنين هيدروجينيه تانيه، يبقى انا كل اكسجين يعمل رابطه مع هيدروجين من الماء، او كل اكسجين من الماء يعمل رابطه مع هيدروجين المركب،
يبقى احنا اتفقنا ان الرابطه الهيدروجين بوند بتتعمل من الميه، بتتعامل مع اي ذره تحتوي على اكسجين او فلور او نيتروجين، تمام كده. خلي بالك بيقول لك لاحظ ان الحمض الكربوكسيليك اللي هو الفورميك اسيد كان فورم هيدروجين بوندز وذ الووتر ان تو ديفرنت واي، بطريقتين، يا اما الاكسجين بتاع الميه يعمل رابطه مع الهيدروجين، يا اما الاكسجين بتاع المركب يعمل رابطه مع مين؟ مع هيدروجين الماء، تمام. تعال نشوف اللي بعده. which is the following species are capable of hydrogen bonding with among themselves. خلي بالك مع نفسهم، هنا بيقول which of the following species are capable of hydrogen bonding مع نفسهم themselves، مش مع الميه المره دي. اول حاجه المركب الاولاني H2S، تعال نروح نحله فوق ال H2S، يعني S ومرتبطه برابطه مع هيدروجين ومرتبطه برابطه تانية مع هيدروجين. المركب ده بيحتوي على هيدروجين، تمام، ولكن لو انا عندي مركب تاني H وS، هل المركب التاني ده بيحتوي على نيتروجين؟ لا، بيحتوي على اكسجين. ما تنسيش ان المركب الاولاني يحتوي على هيدروجين، تمام، اللي هو المركب نفسه بيحتوي على هيدروجين، بس هل بيحتوي على اكسجين او نيتروجين او فلور؟ لا، اذا لا يمكن عمل رابطه هيدروجينيه مع نفسه. ده المركب الاول. المركب الثاني C6H6 نفس الكلام، ما فيهوش هيدروجين، الهيدروجينات اللي فيه ما هياش هيدروجينات عليها اشاره موجبه، وما فيهوش اكسجين، يبقى ده لا يستطيع عمل رابطه مع نفسه. CH3OH ده بيحتوي على الحاجتين، بيحتوي على الهيدروجين وبيحتوي على الاكسجين، اذا يستطيع. يبقى لو قال لي مع الميه بدور على الجزيء هل يحتوي على اكسجين او نيتروجين او فلور، يبقى ساعتها المركب يقدر يعمل رابطه هيدروجينيه. لكن لو قال لي مع نفسه دوري في المركب نفسه على هيدروجين واكسجين او فلور او نيتروجين، الهيدروجين لازم يكون موجود، وواحد من دول لازم يكونوا موجودين في نفس المركب. ال H2S بيحتوي على هيدروجين ولكن لا يحتوي على اكسجين ولا فلور ولا نيتروجين. C6H6 بيحتوي على هيدروجين ولكن لا يحتوي على اكسجين ولا فلور ولا نيتروجين. CH3OH ده الكحول، والالكحول كده كده بيعمل، يعني المركب نفسه بيحتوي على اكسجين وبيحتوي على هيدروجين، اذا يستطيع عمل رابطه هيدروجينيه مع نفسه ومع الماء، تمام. تمام، ناخد بقى بعد كده على البروبرتيز اوف ليكويد، اللي هي ايه؟ خواص الليكويد. من اول هنا لحد اخر الشابتر هنتكلم عن السوائل. اول حاجه في الخواص بتاعه السوائل حاجه اسمها السيرفس تنشن. يعني ايه السيرفس تنشن؟ مش عارفه، كان في مقطع على تيك توك او على السناب او كده، شفتوا ايه؟ سباح عنده حمام سباحه ونازل من اعلى الى اسفل لحمام السباحه، بس قبل ما ينزل في حمام السباحه رمى الاول حاجه تقيله في الميه، وبعد كده نط في المسبح. ايه السبب؟ قال لك علشان هو لو نزل في المسبح هيتخبط جامد. ليه؟ لوجود حاجه اسمها سيرفس تنشن ما بين جزيئات الماء. فلما نزل حاجه الاول ارميها في الميه، الحاجه اللي هتنزل دي هتكسر الروابط اللي ما بين جزيئات الماء فوق، تسهل دخول السباح في الميه. فهمتوا كده؟ يبقى انا عندي حاجه اسمها روابط ما بين جزيئات الماء فوق، هي اللي احنا لسه بنقول عليها اما روابط هيدروجينيه، اما روابط دايبول انتر اكشن، اما روابط فاندر فيلز، اي واحده من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. حلو، طيب دي الذرات دي، الرابطه دي كل ما كانت رابطه قويه كل ما كان الميه على سطحها حاجه اسمها سيرفس تنشن عالي. سيرفس تنشن يعني ضغط مائي عالي من فوق، القوه الذرات مرتبطه مع بعضها وبروابط بروابط احد الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، احد قوى فاندر فيلز اللي احنا قلنا عليهم، تمام. عشان كده جايب لك الشكل اهو، السطح عامل روابط ما بينهم وما بين بعض، وبالتالي لو في اي حاجه تنزل لازم تكسر الروابط دي وتوسع ما بين الذرات. عشان اوسع الذره دي بعيد والذره دي بعيد انزل هنا، ده اسمه السيرفس تنشن، بكسر السيرفس تنشن اللي ما بين الذرات. تعالى نفهم، بيقول السيرفس تنشن از ذا اماونت اوف انرجي، كميه الطاقه ريكوايرد تو ستريتش، ومحتاجها علشان اعمل ستريتش افرق الذرات عن بعضها، اور انكريز ذا سيرفس اوف ا ليكويد، او اني ازود او
افتح ما بين الذرات وما بين بعضها باي يونت اريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي كميه الطاقه اللي انا محتاجاها. زي ما قلت لكم جه السباح ورمى حاجه تقيله في النص ما بين الميه علشان يبعد الذرات عن بعضها، ويكون ما فيش في المكان اللي هينزل فيه سيرفس تنشن. هو ده اللي حصل. عشان كده بنقول ان هي كميه الطاقه اللي انا محتاجها علشان اعمل ستريتشنج، يعني اوزع او افتح ما بين الذرات وبعضها اللي موجودة على السيرفس بتاع الليكويد عن باي يونت اريا. يعني مش احنا بنقول ستريتش يعني باليونت اريا، يعني بايه؟ بوحدة المساحة. بوحدة المساحة. كل ما كان الانتر مولكولار فورس قوية، كل ما كان السيرفس تنشن عالي. يبقى ايه اللي ما بين السيرفس تنشن وما بين العلاقة ما بين السيرفس تنشن وما بين الانتر مولكولار فورس؟ علاقة طردية. كل ما زاد الانتر مولكولار فورس زاد الايه؟ السيرفس تنشن. بعد كده عندي هنا برضو بيديكي مثال، مثلا ليه الحشره ما بتغوصش في الميه؟ لان الحشره موجوده ما بين المولكولار فورس اللي موجوده على المركب. تمام. طيب خلاص، تعالى نشوف اللي بعده. الحاجه الثانيه، يبقى احنا خدنا اول حاجه في البروبرتيز اوف ليكويد هي السيرفس تنشن. الحاجه الثانيه في البروبرتيز اوف ليكويد اسمها الفيسكوسيتي، او الفيسكوسيتي هي الايه؟ هي اللزوجه، مدى ارتباط الذرات ببعضها ومدى مقاومه السائل انه يعمل لي انه يحصل له فلويديشن. يعني ايه؟ هاتي كده شويه ميه وصبيهم من زجاجه، هينزلوا بسهوله ولا مش هينزلوا بسهوله؟ هينزلوا بسهوله. هاتي شويه زيت وصبيهم، ايه اللي حصل؟ هينزلوا بسهوله زي الميه. هم هينزلوا بسهوله ولكن سهولتهم مش هتكون زي الميه. ايه السبب؟ ان اللزوجه بتاعت الزيت اعلى من اللزوجه بتاعت الميه. طب ايه السبب برضو؟ لان المولكولار فورس اللي ما بين الزيت اعلى من المولكولار فورس اللي موجوده ما بين الميه. فبيقول ايه؟ ذا ميجر اوف الفلويد ريزيستنس تو فلو، مدى مقاومه الفلويد او السائل ده انه يحصل له فلو، انه هو ايه؟ يتصب او ينزل يعني. تمام. كل ما كانت الانتر مولكولار فورس عاليه، كل ما كان الفيسكوسيتي عاليه. يبقى العلاقه ما بينهم ايضا علاقه طرديه. One way to measure the viscosity is to determine the rate at which a steel sphere move through liquid sample. يعني ايه؟ يعني هاتي، لو انت بتعمل مقارنه ما بين اتنين في الفيسكوسيتي، هاتي كده تيست تيوب وحط فيها كميه معينه، نفس الكميه من ايه؟ من حاجتين مختلفين في اللزوجه، وحط في دي قطعه من الستيل وحط في دي قطعه من الستيل، وشوفي القطعه اللي من الستيل اللي في كل واحد فيهم هتوصل بعد كام دقيقه وبعد كام ثانيه، وشوفي الوقت. تمام. One way، طرق من الطرق علشان تعرفي الفيسكوسيتي او الريت ات ويتش الستيل، الريت يعني سرعه قطعه من الستيل انها تنزل في ليكويد سامبل او تتحرك في ليكويد سامبل. وليكن ده مثلا ميه ودي مثلا زيت، هتلاقي الستيل نزلت بسرعة في المية ونزلت بأقل سرعة في الزيت. الفيسكوسيتي اليونت بتاعتها اسمها بايس. 1 بايس بيساوي 1 جرام لكل سنتيمتر مضروب في السكند أو في الثانية، يعني بتساوي 1 جرام أو جرام على السنتيمتر مضروب في الاس، اللي هي برضو بتساوي، لو احنا طلعنا دول بإشارة سالبة فوق، هتساوي جرام مضروب في سنتيمتر سالب واحد، ثانية سالب واحد، سكند سالب واحد. تمام. ديت ايه؟ ديت البويس. تعالى نشوف كده الفيسكوستي بتاعت معظم المواد. تعالى كده ناخد الاول المية. الووتر الفيسكوستي بتاعته 1.1×10^10 أس سالب 3 بويس. طيب وبعدين عندك مثلا الاسيتون والبنزين والبلد. تعالي كده شوفي البنزين، البنزين كام؟ 6.25×10^4. الرقم هنا قل ولا زاد؟ الرقم قل. تمام. كل ما قل الرقم كل ما زادت الفيسكوسيتي، كل ما قل الرقم بالبويس كل ما زادت الفيسكوسيتي، لان الفيسكوسيتي بتاعت البنزين اعلى بكتير من الفيسكوسيتي بتاعت الميه. حاجه تانية، الجليسرين الفيسكوسيتي بتاعته، الجليسرول 1.49 ده هنا الرقم ده اكبر من الميه، يبقى اذا الفيسكوسيتي بتاعت الجليسرول اعلى من الفيسكوسيتي بتاعت الايه؟ لا، اقل في الفيسكوسيتي من الميه. كل ما قل الرقم كل ما كانت الفيسكوسيتي عاليه، وكل ما زاد الرقم كل ما كانت الفيسكوسيتي قليله. يعني الجليسرول الفيسكوسيتي بتاعته قليله، الفيسكوسيتي بتاعته قليله، يعني ايه؟ يعني بينزلق بسهوله.
تمام كده. طب تعالى نشوف اللي بعده، اللي تشينج اوف الستيت، تغيير الحاله. الميه من 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 برضو البروبرتيز بتاعتها انها بتتحول من حاله الى حاله، يعني مثلا بتتحول من الحاله الغازيه الى الحاله السوليد. تمام، العمليه دي اسمها عمليه الديبوزيشن. ديبوزيشن يعني الايه، الترسيب، عمليه الترسيب. تمام، وعندك مثلا تعالى نجيبها من الاول خالص، اداه الميه ليكويد، الليكويد ولكن الميه. الميه لما بتتحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه يبقى عملنا لها تفريز، يبقى الفريزنج. تمام، لما تتحول من الحاله الغازيه البخار الماء الى الحاله الصلبه السائله اسمها كوندنسيشن، او الكوندنسيشن اللي هو الايه بالعربي، كوندنسيشن اللي هو ايه مش عارفة والله. يعني مثلا لما يكون عندك بخار المية وحطيتي عليها غطا، زي مثلا المية اللي بتطلع أثناء الرز، بتلاقي ايه، بتلاقي المية اتكونت على الغطا بتاع المية من فوق. العملية دي اسمها عملية كوندنسيشن او ليكوفاكشن، تسييل، بنسيل الغاز الى سائل. طيب تعالي نجيب العكس، لو المية كانت على شكل فريز وتحولت الى ليكويد، يعني في درجة جبنا قطعة تلج من الفريزر وسبناها وتحولت الى ليكويد، دي اسمها ميلتنج. ميلتنج يعني انصهار، عملية الانصهار. طيب لو الليكويد عايزة احوله الى غاز، هسخنه لدرجة حرارة عالية لدرجة ان هي تغلي، واما المية بتغلي بتتحول الى غاز، ساعتها بنعمل لها عملية اسمها فابورايزيشن. يبقى الانتقال من شكل، من حالة إلى حالة، دي اسمها تغيير الحالة للإيه، للليكويد. الانتقال من حالة الصوليد إلى الحالة الليكويد اسمها عملية الميلتنج، والانتقال من الحالة الليكويد إلى الحالة الغاز اسمها عملية الفابورايزيشن أو التبخير. الانتقال من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة اسمها عملية الكوندنسيشن، مش عارفة اسمها إيه بالعربي. الانتقال من الحالة الليكويد اللي هي السائلة إلى الحالة الصلبة اسمها الفريزنج أو الفريزنج، احنا نفرزها يعني نجمد، التجمد. تمام، لكن انتقال المية من الحالة الصوليد الى الحالة الغازية بدون، خلي بالك، بدون العبور على الحالة السائلة اسمها سبليميشن. تاني، انتقال الماء من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بدون العبور على الحالة الليكويد اسمها سبليميشن. تمام، طيب انتقال الماء من الحالة الغازية إلى الحالة الصوليد، إلى الحالة الصوليد اللي هي التفريز، بدون الوصول للحالة اللي في النص اللي هي الليكويد، ساعتها بنقول عليها ديبوزيشن، ساعتها بنقول عليها الديبوزيشن. يبقى كده احنا فهمنا ازاي الحالات بتتغير، بتتغير من شكل إلى شكل. تمام، باسم عمليات مختلفة، دي اسمها التشينج اوف الستيت. طيب عندي حاجة اسمها الليكويد فيبر إكوليبريم، اللي هي ايه؟ اللي هي لو انت عملتي شوية مية ايا كان عددهم، ايا كان عدد المولات وليكن 1 مول، وعملتي له تفريز هيفضل هو هو المول. فبيقولك ايه؟ مثلا المية وهي في حالة ليكويد بتتحول الى المية وهي في حالة غاز. كل اللي عملتيه ان انت قلتي ان المية تحولت من ال L state اللي هي ليكويد الى ال G state اللي هي الغاز. وطبعا السهم رايح راجع، لان من الليكويد للغاز او من الغاز للليكويد في عمليتين، من الليكويد للغاز اسمها فابورايزيشن، ان انا اعمل عملية تبخير، صح كده؟ اما من الغاز الى الليكويد اسمها عملية كوندنسيشن. يبقى العمليتين دول عمليتين ايه؟ بيغيروا في الحالة، في الحالة بتاعت المية. فبيقول لك مثلا ال1 مول اتحول الى ليكويد من الغاز، يبقى دي اسمها كوندنسيشن، ومن الليكويد الى الغاز مرة تانية اسمها ايفابوريشن او ايفابوريتد. تمام، طيب اللي جاي هنا عايز يقول لك ايه؟ اللي جاي عايز يقول لك ان كمية الماء ما بتتغيرش. يعني لو انت بادئه ب 500 ملي في حالة مثلا غازية وليكن مثلا فيبر، تمام، وحولتهم الى ليكويد، هم هيفضلوا 500 ملي بدون تغيير. يبقى اذا كمية المية ما بتتغيرش باختلاف الحالة، الكمية او الفوليوم ما بيتغيرش باختلاف الحالة. فبيقول ايه؟ انا عندي حاجة اسمها الفيبور بريجر، ضغط الفيبور and changes of liquid state. تعالى كده مثلا نجيب شوية مية محطوطين في كونيكال فلاسك ونشوف كميتهم قبل وبعد. بيقول لي في الاول بيحصل عملية ايه؟ تبخير، صح كده؟ net evaporation occur. في الاول عملية الايفابوريشن هي اللي بتكون مهيمنة،
as molecules are transferred from a liquid to a vapor phase. المركبات تحطيها في مكان بتلاقي الزجاجة عليها شوية ايه مية من فوق، عليها شوية نقط مية في زجاجة من فوق، ده بسبب عملية اول حاجة حدوث عملية الايه التبخير. So the amount of liquid في الاول decrease، ده في الاول كمية الليكويد اللي انت بادئة بيها بيحصل لها decrease بسبب عملية التبخير. ثم بعد ذلك الماء اللي اتبخر ده بيحصل له تاني condensation، يعني ايه؟ يعني بتلاقيه ترصب على جدار الاناء، بدليل ان انت بتلاقي على الجدار بتاع الزجاجة من فوق شوية مية موجودين او نقط مية، يعني حصل في الاول تبخير فالمية قلت، وبعد ما البخار الماء ده بدأ يتكثف اتكثف على ايه؟ على جدار المية، لكن الناتج النهائي ان اللي اتبخر اتكثف تاني. اذا كمية الماء ما بيحصل لهاش في الناتج النهائي ما بيحصل لهاش تغيير، لكن في الاول بتقل. As the number of vapor molecule increase، كل ما زاد عدد المركبات اللي بيحصل لها vapor vaporization او تبخير، كل ما كان رجوعها تاني انها تتحول الى liquid يعني condensation بيزيد. طيب ال change of state، تغيير الحالة، زي ما قلنا في البداية ال vaporization هو اللي بيكون مهيمن عملية التبخير، بعد كده زود التبخير شوية كمان يبقى التبخير في الريت بتاعه أعلى من الكوندنسيشن لأن التبخير لسه ما زادش قوي عن حده. أول ما التبخير يزيد خالص 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 بتلاقي يرجع تاني كمية التبخير هي هيها كمية الكوندنسيشن، يعني هي هيها كمية رجوع المية من الحالة الغازية للحالة السائلة. إذا النت مولكيول النت فوليوم اتغير؟ لا. انطل finally the rate of condensation، كمية الكوندنسيشن بتساوي كمية الإيفابوريشن، يعني كمية التبخير هي هيها كمية الكوندنسيشن، والناتج النهائي further net charge occur no further، خلي بالك no no no، مفيش أي تغيير في الأماونت أوف الليكويد، كمية الليكويد اللي موجودة، بسبب إن التو أوبوزيت بروسيس اللي هي الفابورايزيشن وعكسها الكوندنسيشن كانوا مساويين لبعض، بالانس إيتش أذر، هما الاتنين بيعملوا بالانسينج، يعني بيعملوا اتزان، وبالتالي السيستم هنا في حالة اتزان، ودي اللي بنقول عليها الإيكوليبريم، أو اللي بنقول عليه الليكويد فيبور إيكوليبريم، اللي هو عدد المركبات اللي بيحصل لها evaporization او vaporization يعني تبخير هي هياها عدد المركبات اللي بيحصل لها condensation، والناتج النهائي مفيش تغيير في الamount of water او الamount of liquid. تمام. بعد كده عندي حاجة اسمها vapor pressure، هنا بيوصف لك العلاقة ما بين intermolecular force والتبخير. يعني ايه؟ يعني كل ما كانت الذرات ما بينها وما بين بعضها ارتباط قوي، كل ما كانت الذرات ما بينها وما بين بعضها ارتباط قوي، هل هيبقى سهل عليها انها تتبخر؟ لا. يبقى كل ما كان الانتر مولكولار فورس كبير كل ما كان الفيبور بريجر قليل. تاني، كل ما كان ما بين الذرات وما بين بعضها قوى تجاذب قوية كل ما كان صعب عليها انها تتبخر، اللي احنا بنقول عليه الفيبور بريجر. فبيقول ان الفيبور بريجر ده بيتوقف على طبيعة الليكويد اللي انت بتتكلم عنه، كمان على الانتر مولكولار فورس، يبقى انا عندي حاجتين بيحكمولي الموضوع ده، بيحكمولي الفيبور بريجر، النوع الليكويد اللي انا بتكلم عنه، وكمان الانتر مولكولار فورس اللي ما بين الذرات وما بين بعضها. الليكويد اللي عندها هاي فيبور بريجر، الليكويد اللي بتتكثف اللي بيحصل لها قصدي تبخير بسرعه، اللي بنقول عليها الفولاتايل، الفولاتايل ليكويد زي الاسيتون، الاسيتون لو انت سبت مفتوح الاسيتون بتاع المانيكير، لو انت سبت الازازه مفتوحه شويه هل بتلاقي الاسيتون موجود؟ لا، الاسيتون طار. ليه؟ لانه فولاتايل ليكويد والبريجر الفيبور بريجر بتاعه عالي جدا، لان مفيش ما بين الذرات وما بين بعضها ارتباط. فبيقول evaporate quickly، المركبات اللي عندها هاي فيبور بريشر يعني بتتبخر بسرعه بيحصل لها evaporation سريع، وما بينها وما بين بعضها forces ضعيفه weak intermolecular force، يبقى العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه، كل ما بيزيد الفيبور بريشر كل ما بيكون الانترمولكولار فورس ضعيفه، علاقه عكسيه. تمام. طيب الليكويد ويز لو فيبر بريجر، المركبات اللي ما بيحصلش لها تبخير بسهوله، اكيد الذرات ما بينها وما بين بعضها قوة قويه جدا جدا، عشان كده بنقول سترونج لندن ديسبرشن فورس، ما بينهم وما بين بعضهم قوة تجاذب قويه جدا اللي هي اللندن ديسبرشن فورس.
لارج مولر ماسز كمان بتكون مركبات كبيره، او دايبول دايبول فورس يبقى بيكون ما بينهم وما بين بعضهم قوى قويه زي اللندن ديسبيرجن فورس او الدايبول دايبول فورس، وبالتالي البلو فيبر بريجر. اذا كل ما كان الفيبر بريجر قليل كل ما كانت القوه كبيره. تمام، تعال نشوف الفيبر بريجر. عندك مثلا الووتر والايثانول والداي ايثايل ايثر. لاحظي ان كل ما زادت درجه الحراره كل ما بيزيد معاها الفيبر بريجر. يعني ايه؟ الميه عند درجه حراره 100 زادت درجه الحراره، وصلت هناك عند 760 او حوالي 800 فيبر بريجر. تعالي كده نشوف كمان الإيثانول عند 74 درجة كان وصل ل 760، أما الداي إيثايل إيثر كان عند 34.6 سليزيوس. كلهم احنا دلوقتي لاحظي درجة الحرارة ما بينهم كلهم، درجة الحرارة في المية أعلى من درجة الحرارة في الإيثانول، أعلى من درجة الحرارة في الداي إيثايل إيثر، لحد ما وصلوا كلهم لنفس الفيبر بريجر. ده يوضح لي إيه؟ يوضح مدى قوة التجاذب اللي موجودة في المية أعلى من قوة التجاذب، أعلى من قوة التجاذب اللي موجودة في الإيثانول، أعلى من قوة التجاذب اللي موجودة في الداي إيثايل إيثر. إذا قوة التجاذب اللي في الداي إيثايل إيثر أقل منهم هما الاتنين، لأن وصلت لنفس الفيبور بريجر، الفيبور بريجر بتاعها كان موجود عند درجة حرارة قليلة. مش ده موضوعنا، موضوعنا دلوقتي إن احنا ناخد قانون الفيبور بريجر اللي اسمه سليزياس كاليبرون إيكويشن، سليزياس كاليبرون إيكويشن، ودي بتوصف لنا العلاقة ما بين الفيبور بريجر ودرجة الحرارة. ما بين الفيبر بريشر وايه ودرجه الحراره. بيقول ايه؟ لين اللي هو ناتشرال لوج، هي تعتبر علاقه خطيه، لينير ريليشن شيب، لازم تعرف الكلام ده. في عندي علاقه خطيه كل ما بيزيد بتوين التمبريتشر اند الفيبر بريشر، كل ما بتزيد درجه الحراره بيزيد الفيبر بريشر. تمام، يبقى هي علاقه خطيه او علاقه طرديه. القانون بيقول ان الناتشرال لوج او اللين بتاع البريشر فابورايزيشن او الفيبر بريشر بيساوي سالب دلتا اتش اللي هو التغير في درجه الحراره مقسومه على الار اللي هي الجاز كونستانت مضروبه في الواحد على تي زائد السي. السي اللي هي ثابت بيكون موجود عندك ومحفوظ. طيب عادي قال لك العلاقه هنا علاقه خطيه، بمعنى ان ده نعتبره واي ودي بنعتبرها الام في الاكس، الام ده يعتبر الميل بتاع الخط المستقيم والاكس ده يعتبر المقطع من الاكسات، وده اللي هو البي اللي احنا بنقول عليه اللي هو الجزء المقطوع تقريبا من الاكس او حاجه زي كده. المهم ان هي علاقه خطيه، يعني زي واخده نفس معادله الخط المستقيم. ما علينا، المهم ان البي هي الاكوليبريم او الفيبر بريشر، التي هي التمبريتشر، والار هي الجاز كونستانت، وده محفوظ بيساوي 8.314 جول لكل كيلو مول. لاحظي ان درجه الحراره هنا بتكون بالكلفن، وبالتالي لو درجه الحراره جات لك بالسيليزياس لازم تحوليها للكلفن. يبقى درجه الحراره لو جات لك بالسيليزياس لازم تزودي عليها 273 علشان تحوليها الى كلفن، لان درجه الحراره هنا بالكلفن. تمام، طيب تعالي قالك لو انت مديك درجتين حرارة، درجة حرارة اولى ودرجة حرارة تانية، بنعدل القانون ده وبنحوله الى لين اللي هو الناتشرال لوج بتاع الضغط الاولاني على الضغط التاني بيساوي الاشارة السالبة راحت لان انا جبت الضغط الاولاني على الضغط التاني، دلتا اتش فيبر مقسومة على الار مضروبة فيه 1 على تي 1 ناقص 1 على تي 2. بس دي الإشارة السالبة لسه ما زالت موجودة، ما راحتش ولا حاجة. احنا كل اللي عملناه ان احنا غيرنا، خلي بالك الإشارة السالبة موجودة، ان احنا غيرنا بس ان البيفو فابورايزيشن لان اداني درجتين حرارة وكانت هنا تي واحدة وكان هنا بريشر واحد، فانا غيرت التي بقت تي 1 ماينس تي 2 ماينس تي 1 ولين البي 1 على البي 2. تعالى نشوف مسألة بالنسبة للمركب ده. بيقول الداي إيثايل إيثر إز أ فولاتايل هايلي فليمبل أورجانيك ليكويد، يبقى ده بيديكي عنه نبذة. ذات إز يوزد مينلي أ سولفنت، بيستخدم بس إن هو يكون سولفنت. الفيبر بريشر بتاع الداي إيثايل إيثر إز 401 مللي جرام زئبق. تمام، أدا الإيه البي 1 بيساوي 401 مللي جرام زئبق، مللي متر زئبق، عند درجة حرارة 18، يبقى دي التي 1. calculate its vapor pressure at 32 درجة سليزيوس، يبقى دي T2.
هو عايز مين؟ الفيبور بريجر اللي هي البي 2. كل حاجة موجودة عندي هنشوف. قال لك لما تيجي تحل مسألة زي دي، الفيبور بريجر بتاع الداي ايثايل ايثر عند 1 تمبريتشر هتكون رقم واحد، عايزين الفيبور بريجر بتاع درجة الحرارة التانية. يبقى هنختار انهي ايكويشن في دول؟ بما اني مديني درجتين حرارة اذا هختار الايكويشن التانية. طيب تعالي نجيب المعطيات اللي عندنا. هو مديني الضغط الاول ومديني درجة الحرارة الاولى اللي هي وحولتها، خلي بالك هو مديها لك بالسيليزيوس، زودي عليها 273 هيديكي 271 بالكلفن، تمام؟ خلي بالك مديكي درجة الحرارة بالسيليزيوس. والتي 2 32 درجة، حوليها لكلفن يبقى 305 كلفن، تمام؟ طيب تعالي بقى نعوض بالحاجات اللي عندنا. لن البي 1 401، البي 2 مش عارفاها، السالب موجود او في ال، بما ان اتلخبط هنا، طالما بي 1 هي اللي فوق يبقى السالب مش موجود، معلش عفوا، البي 1 هي اللي فوق يبقى السالب مش موجود، يبقى خلاص السالب مش موجود. ادا الارقام اللي هو مديها لي 26 ملي 26 الف جول لكل مول اللي هو الدلتا اتش فابورايزيشن، المفروض ان هو بيديها لك اصلا في المساله لكن هو مش مديها لنا. المفروض يقول لي نوت ذات ان الكذا كذا بيساوي كذا، ان المفروض ان الدلتا اتش هنا بيديها لك محفوظه لكل مركب، الدلتا اتش 26 تمام، والار برضو محفوظه 8314 خلاص مضروبه في الواحد على التي 1، وبعدين بطرح الاثنين تي من بعض واضربهم في بعض. انا حاسه ان دي محتاجه نطلع بيها بره، فتعالوا كده نشوف في الكتابه بتاعتنا. هو احنا عندنا القاعده بتقول ايه؟ ان لين تمام البي بي 1 على بي 2 بيساوي دلتا اتش بتاعه الايفابوريزيشن على الار مضروبه في 1 على تي 2 ناقص 1 على تي 1، وزي ما اتفقنا لازم بيديلك الدلتا اتش بتاعه كل ذره، تمام؟ تعالي بقى ايه نرسم نحل المساله كده. ادا اللين بتاع مين؟ البي 1 هو مديها لي ب 401 مقسومه على البي 2 اللي انا عايزه اصلا، بيساوي الدلتا اتش ايفابوريزيشن انا قلت لك بيجي لك في المساله 26000، تمام؟ 26000 مقسوم على الار اللي هي برضو محفوظه 8314 جول لكل مول، تمام كده؟ تمام. مضروبه في 1 على التي 2 كام؟ بعد ما حسبناها كانت 219، لان التي 2 اللي هو مديها لنا 32 32 32 305 كيلو كالوري، 1 في على 305 مطروح منها 1 على 291 بعد ما زودنا عليها ال 273 عشان احولها الى كلفن. الاول هخلص القوس ده، تمام؟ هخلص منه، هكتب كل حاجه زي ما هي. لن 401 مقسومه على البي 2 بتساوي 2600 مقسومه 26000 عفوا مقسومه على 8314 مضروبه في، خليني كده اقول لو انا مثلا عندي 3 1 على 5، افكركم بس بالقاعده دي، 1 على 5 ناقص 1 على 3، ايه اللي بيحصل؟ كنا بنضرب الاثنين دول في بعض في المقام 3 ضرب 5، وبعدين اعمل ايه؟ اجيب 3 ضرب 5 دي اقسمها على الخمسه تديني الاولاني اللي هو الثاني اللي هو 3، وبعد كده احط علامه الناقص، 3 ضرب 5 دي مقسومه على الثلاثه تديني الثاني. فهمتوا انا بعمل ايه؟ بضربهم هما الاثنين في بعض، وبعد كده بجيب الثاني طرح الاول، الثاني طرح مين؟ الاول. تعالي نعمل نفس اللي عملناه هنا بس فوق، هيساوي ايه؟ 305 مضروبه في 291، يبقى هضرب المقامات في بعض، وبعدين الثاني مطروح منه الاول اللي هو 290 ناقص 305. لو انا جيت عملت المساله دي خلصنا الارقام دهيت بالاله الحاسبه، هعملها معاكم. لما جيت عملت الموضوع البتاع ده بالآلة الحاسبة قلت ايه؟ 26000، اعملي معايا بالآلة الحاسبة 26000 مقسومة على افتحي قوس 8314، الناتج اللي هيطلع معاكي للجزئية دي تقريبا بيساوي 3127.255، تمام؟ بعد كده اللي هيطلع ده اضربيه في، افتحي قوسين في الآلة الحاسبة، القوس الأولاني 291 ناقص 305 تمام، وقومي قافله القوس وخلي بالك انت فاتحه قوسين، القوس قوس داخل قوس، وبعدين اقسمي على
بالآلة الحاسبة 305 مضروبة في 291، مضروبة في 291، واعملي يساوي. بعد ما ضربت دول وخلصتي هيطلع لك الناتج بالشكل ده، ماينص بوينت 4932 85. ده الناتج اللي طلع لي. يبقى إذا لن 401 مقسومة على البي 2 بيساوي الرقم ده. وبعد كده قال خد سالب لوج بتاعهم هما الاثنين علشان تخلص من اللين دي، من الناتشرال لوج. فلو اخدت هنا سالب لوج اللين دي هتروح، هيفضل عندي 401 قسمة بي 2، واللين بتاع المركب ده هو اللي هيكون موجود. يعني انا شلت لين من هنا بس حطيت لين هنا، صح كده؟ يبقى انا عندي هنا لين سالب 0.493. هقوم جاي على الآلة الحاسبة، عندي في الآلة الحاسبة زرار مكتوب عليه ال ان ومكتوب عليه اي اكس من فوق، هقوم عاملاها 401 قسمة البي 2، هيطلع لي هنا تقريبا بالآلة الحاسبة لو عملتها 610.9. الناين دي يعني ايكوال 611 بوينت، بوينت 611 تقريبا. تعالي بقى نجيب البي 2، علشان اجيب البي 2 لازم هضرب ال 611 دي، هقسم قصدي على 611، يبقى البي 2 هتساوي 401 قسمة 0.611، والناتج اللي هيطلع لي لو جيت عملتها بالحاسبة برضو ادى 401 قسمة 600.611، الناتج تقريبا 656، الناتج تقريبا 656 ملم زئبق لو عملتوها بالآلة الحاسبة، 656 ملم زئبق. ليه انا عملتها ملم زئبق؟ لانه محتاج مني ضغط، والضغط اللي هو مديهولي في المسألة اصلا ملم زئبق، تمام كده. فبيقول ايه، خلي بالك، وي اكسبكت ذا فيبر بريشر تو بي جريتر ذا هاير تمبريتشر، المفروض ان درجة الحرارة الاعلى المفروض يكون عندها فيبر بريشر اعلى، وبالتالي ذا انسر از ريزونبل، وبالتالي الانسر هنا كويسة، 656 ملم زئبق عند البي 2 أعلى من 401، لأن درجة الحرارة الثانية كانت أعلى من درجة الحرارة الأولى، عشان كده المفروض إن الضغط الثاني هيكون أعلى من الضغط الأولاني. في مسألة تانية بيقول the vapor pressure of الإيثانول is ملم زئبق، يبقى مديني هنا البي 1، نمسح بقى الحاجات دي علشان نبدأ المسألة الثانية. المسألة بتقول the vapor pressure of الإيثانول is ملليمتر زئبق، 100 ملليمتر زئبق، أدى الإيثانول المفروض البي 1 بيساوي 100 ملليمتر زئبق، عشان كده أنا كتبت البي 1، تمام. بعد كده التي 1 عند درجة حرارة 34.9 سيليزيوس، هزود عليها 273 علشان أنجز، فالناتج هيكون لو عملتها بالكالكوليتر أدى 34.5 زائد 273 هيديني تقريبا 307 كلفن، يبقى ديت البي التي 1. والتي 2 هو عايز ايه؟ الفيبر بريجر عند درجة حرارة، الفيبر بريجر الثاني اللي هو البي 2 عند درجة حرارة 63.5، 63.5 ديت يعني ده 63.5 زائد 273 هيديني تقريبا 336، هيساوي 336.5، يبقى ديت التي 2، تمام. طيب خلي بالك، هو مديك كمان الدلتا اتش فيبرايزيشن للايثانول بيساوي 39.3، ركزي، كيلو جول لكل مول. احنا المفروض ان الدلتا اتش عندنا في القانون بالجول مش بالكيلو جول، فانا هعمل ايه علشان اخلص من كلمة كيلو جول؟ هضرب في 1000، يبقى الدلتا اتش هنا هتساوي 39.3 مضروبة في 1000 هتساوي أداة 39.3 مضروبة في 1000 هيساوي 39.300، تمام. يبقى ديت الدلتا اتش كده. أنا عندي كل حاجة للقانون، القانون بيقول إن لن، تمام، بي 1 على البي 2 بيساوي، مفيش سالب ولا حاجة، الدلتا اتش مقسومة على الار مضروبة في 1 على التي 2 ناقص 1 على التي 1. تعالي بقى نروح نحل المسألة. لن البي 1 مديهالي 100 ملم زئبق مقسومة على البي 2 انا معرفهاش، الدلتا اتش 39300 مقسومة على الار محفوظة 8
314 المفروض ان احنا بنكون حافظينها، 8314 جول لكل كيلو كالوري، جول لكل ايه كيلو مول. 8314 مضروبة في 1/T 1/T2، احنا قلنا ايه هنضربهم في بعض تحت، الدرجة التانية مضروبة في الدرجة الاولى، يعني 336 ونص، 336 ونص مضروبة في 307، تمام؟ ده تحت مضروبين في بعض، لكن فوق الاول ناقص التاني. الاولانيه كانت كام؟ 307 مطروحه من 336 ونص. واعمل حساباتي بالاله. نخلص المساله كده واحده واحده. تعالي نجيب الجزء الاولاني من المساله اللي هو 34300 مقسوم على 8.314. الناتج من من الجزء ده هيساوي 4125.571 مضروب في المجموعة دي. المجموعة دي هنخلصها برضو، 307 ناقص 307 ناقص 336 ونص هيطلع لي سالب 29، سالب 29 ونص. كده أنا بسهل على نفسي، مقسوم على 336 ونص مضروبة في 307، تمام؟ هيطلع لي 103,305.05، وهقفل دي، هخلص القوس التاني. يبقى هنا 4125.57 مضروب في سالب 29.5 مقسوم على الأنصر اللي فوق، هيساوي سالب بوينت 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 هنا بوينت 0.00285، تمام؟ مضروبة في الرقم ده، مضروبة في، هيساوي مضروبة في 412.57، هيطلع لي سالب 1.178. ده الرقم اللي طلع لي، لين 100 على البي 2 بيطلع لي الرقم ده. دلوقتي البي 2 هيساوي المية مقسومة على الرقم ده. لا، لازم نجيب الاول الاي. الاي لو انا ضربت الناحيتين في سالب لوج، هضرب هنا في سالب لوج، هيضيع اللين، هيتبقى لي 100 على البي 2 بيساوي الاي اللي موجودة في الآلة الحاسبة، وهيساوي 1.178. يبقى هنا شيفت اي مضروب وافتح قوس سالب 10178، تمام؟ هيطلع لي 100 مقسومة على البي 2 بتساوي 0.307، تمام؟ يبقى دلوقتي البي 2 هتساوي 100 مقسومة على الرقم ده، 100، تمام؟ 100 مقسومة على الرقم ده هيطلع لي تقريبا 324.787 ملي متر زئبق. الرقم ده اكبر ولا الرقم الثاني؟ تعالوا كده نشوف الرقم انهي الاكبر. الرقم الاولاني بتاعهم كان 100 ملي متر زئبق، والرقم الثاني طالع لي اعلى 324.78، معنى ذلك ان كل ما زادت درجة الحرارة زاد الضغط. احنا دلوقتي ما زلنا بناخد في خواص السوائل. اخدنا فيها اول حاجه هي الايه السيرفس تنشن، تاني حاجه اخدناها هي الفيسكوسيتي، تالت حاجه اخدناها تشينجينج في ستيت، واخدنا في التغيير الحاله حاجات كتير. فمثلا اخدنا تحويل الحاله من الحاله مثلا السوليد الى الحاله الجاز وعرفنا اسمائهم. اخدنا بعد كده الليكويد فيبر ايكوليبريم، وقلنا ان في اول مره اول شويه اول وقت بنسيب الميه بيحدث تبخير وحجم الميه بيقل، وبعد كده اللي بتبخر تاني بيحصل له كوندنسيشن مره اخرى او تكثف ويتحول تاني الى ماء. وقلنا ان النت فوليوم ما بيتاثرش، اللي هو الحجم النهائي ما بيتاثرش. وبعد كده اخدنا حاجه اسمها الفيبر بريجر، ودي اخدنا فيها المسائل، وقلنا الفيبر بريجر معناها الضغط بتاع الفيبر، وعرفنا المسائل
الرسائل اللي فيها. دلوقتي هناخد البويلنج بوينت وايه اللي بتتأثر بيه البويلنج بوينت. البويلنج بوينت لها تعريفين، تعريف بمعرفة الضغط وتعريف بمعرفة درجة الحرارة. بالنسبة للتعريف الأولاني هنعرفه بوجود كلمة الضغط البريشر، إذا temperature at which الإكوليبريم يعني الاتزان، بيحصل اتزان ما بين الفيبور بريشر اوف ليكويد از ايكوال تو الاكسترنال بريشر، يعني ايه درجة الحرارة اللي فيها، الضغط اللي موجود في الماء بيساوي الضغط الخارجي. يبقى الفيبور بريشر الضغط اللي موجود للبخار، خلي بالك الفيبور بريشر يعني ضغط البخار، مساوي لضغط مين؟ الاكسترنال بريشر للضغط الخارجي. تمام. بعد كده النورمال بويلنج بوينت، بقى التعريف العادي بتاع البويلنج بوينت، اذا تمبريتشر ات ويتش الليكويد بويل، الليكويد بيحصل له غليان ويتحول الى جاز، وفي الوقت ده بيكون الاكسترنال بريشر تقريبا 1 اي تي ام. يبقى انا عندي تعريف بمعرفة الضغط، وعندي تعريف بمعرفة درجة الحرارة العادية اللي احنا بنقول فيها ان الماء او الليكويد بيغلي لما بيكون الضغط الجوي بيساوي 1. وهنا مديكي البويلنج بوينت لمعظم المواد، ومش عايزة يعني مش هنحفظها اكيد. بعد كده التغيير في الحالة، ما زلنا اتكلمنا عن ايه البويلنج بوينت. هناخد بقى دلوقتي حاجة اسمها الكريتيكال تمبريتشر او درجة الحرارة الحرجة، والكريتيكال بريشر او الضغط الحرج. ايه هو الضغط الحرج ودرجة الحرارة الحرجة؟ احنا لو جبنا شوية مية وفضلنا نغليهم وفضلنا نغلي ونعلي في درجة الحرارة، هيجي عندنا وقت درجة ما اقدرش ازود، مهما زودت في درجة الحرارة المية مش هتتحول الى غاز، مهما زودت في درجة الحرارة المية مش هتتحول لغاز، هو ده اسمها درجة الحرارة الحرجة. يبقى الكريتيكال تمبريتشر معناها ذا تمبريتشر above which درجة الحرارة التي فوقها الجاز كانت بي ميد تو ليكوفاي، ما اقدرش اكون غاز اصلا، يبقى خلاص كل السائل اللي عندي اتحول الى جاز، ومهما زودت درجة الحرارة مش هقدر اضو الاقي جاز بعد كده. يبقى ذا تمبريتشر اللي فوقها او اعلى منها ات ويتش ذا جاز كانت بي ميد، ما اقدرش اعمل الغاز اصلا علشان اعمل له تسييل تو ليكوفاي. تمام. No matter how great the applied pressure، مهما عملتي زودت الضغط او زودت درجة الحرارة مش هيتحول عندك المية من سائل الى غاز، خلاص انتهت كل المية اللي عندي خلصت. تمام. اما بالنسبة للكريتيكال بريشر، كريتيكال بريشر يعني ضغط حرج، اقدر اقول ان الضغط درجة الضغط او المينيمم بريشر اقل ضغط ممكن اقدر اعمله، مش واللي لو زودت عليه مش هقدر اعمل ليكوفاكشن. اصل كلمة ضغط معناها ضغط الغاز، والغاز ده بالنسبة للمواد السائلة هو الفيبور، فانا لو مهما عملت ضغط على الفيبور ده مش هقدر اسيله، مش هقدر احوله الى سائل ابدا. يبقى المينيموم بريشر ذات ماست بي ابلايد، اقل كميه من الضغط اللي انا لازم اعملها علشان اعمل ليكوفاكشن، علشان اقدر احول الفيبور الى سائل في درجه الحراره الحرجه. خلي بالك كلمه كريتيكال بريشر لازم تقول معاها كلمه كريتيكال تمبريتشر. يبقى انا عندي حاجتين، حاجه اسمها الكريتيكال تمبريتشر درجه الحراره اللي فوقها ما اقدرش احول خلاص الجاز الى ليكويد، اما بالنسبه للكريتيكال بريشر اقل ضغط ممكن اقدر اعمله علشان احول الفيبور الى سائل في درجه الحراره الحرجه. تمام. طيب بعد كده الليكويد سوليد ايكوليبريم. ايه هو بقى الليكويد سوليد ايكوليبريم؟ احنا قلنا ان الميه وهي سوليد يعني متفرزه نفس الحجم بتاع الميه وهي ليكويد، فبيقول ان الميلتنج بوينت يعني درجه الايه الذوبان، الميلتنج بوينت معناها درجه الذوبان. ذا ميلتنج بوينت اوف ا سوليد اوف ذا فريزنج بوينت اوف ليكويد از ذا تمبريتشر ات ويتش ذا سوليد اند الليكويد فيز كو اكزيست ان ذا ايكوليبريم، هما الاثنين موجودين في نفس الايكوليبريم. يعني لو درجه الحراره لو عندي شويه ميه ودرجه حراره الماء دي بقت صفر، ايه اللي هيحصل؟ الميه بتبدا تتجمد، يعني انا لسه موجوده عندي في الوعاء تلج، يعني في ميه بدات خلاص تتجمد، وفي موجود عندي برضو سائل. اذا درجه الحراره اللي عندها السوليد والليكويد موجودين هما الاثنين في نفس الايكوليبريم، اذا
شوية مية، بدأت أعمل لهم فريزنج، المية بدأت تتحول إلى تلج، وفي نفس الوقت مش كل المية تحولت لتلج، والتلج برضه لسه ما زال بيرجع تاني إيه للمية. طيب دي اسمها الإيه الميلتينج بوينت بتاعة السوليد، إز ذا بوينت اللي فيها the freezing point of a liquid is the temperature at which a solid and a liquid coexist in the equilibrium. كلهم موجودين في الإكوليبريم. طيب بعد كده في عندي حاجة اسمها المولر هيت اوف فيوجن، تعرفها الطاقة اللي أنا محتاجها، طالما هي أصلا هيت يبقى أكيد طاقة، الطاقة اللي أنا محتاجها علشان أعمل ميلتنج يعني أدوب 1 مول بس من السوليد عند درجة الحرارة بتاعة الفريزنج بوينت. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لو عندي قطعة تلج، تمام، والقطعة التلج دي تقريبا 1 مول، حلو حلو، عند درجة، وأنا دلوقتي عند درجة حرارة 0، انا لو عملت طاقة ووصلت ال1 مول ده وما زالت درجة الحرارة 0 بس حولته الى سائل، ساعتها كمية الطاقة اللي انا حولت بيها الفريز اللي هو السوليد الى سائل دي اسمها المولر هيت اوف فيوجن. يبقى الطاقة اللي انا محتاجها علشان ادوب 1 مول من السوليد سبستنس عند الفريزنج بوينت، اهم حاجة انها عند الايه الفريزنج بوينت بتاعت كل مادة. وخلي بالك يعني واحد يقول لي بالعقل، طب ازاي عند الفريزنج بوينت هدوبه الميه؟ احنا مش قلنا عند الفريزنج بوينت بيبدأ السائل يتحول الى صلب ولسه في جزء كتير من السائل ما تحولش الى صلب؟ طب قللي درجة الحرارة اكتر واكتر، يعني مثلا الميه بتبدأ تتجمد عند 0، قللي درجة الحرارة وخليها -5، ايه اللي هيحصل؟ طالما درجة الحرارة قلت عن 0 يبقى كل اللي موجود دلوقتي سوليد، كل اللي موجود دلوقتي تلج، عند 0 بتلاقي تلج وبتلاقي مية، هما الاتنين درجة حرارتهم 0، تمام. وكمية الطاقة اللي أنا محتاجاها عشان أحول المية عشان أحول السوليد إلى ليكويد فعند درجة الفريزنج بوينت بتاعته. خلي بالكم انا ليه مش بقول لكم المولر هيت مركبات الجداول دي، لان انا عمري ما هحفظ الميلتنج بوينت بتاعت الذره، ولا هحفظ اسم الذره، ولا هحفظ حاجه، الحاجات دي انا ما اقدرش احفظها، عشان كده حتى ملهاش قاعده معينه، حاجه بتزيد وحاجه بتقل، لا مفيش قواعد معينه، عشان كده انا مش ببص اصلا على الجداول. طيب بعد كده هناخد السوليد الى فيبر اكوليبريم. افتكروا كده معايا لما كانت الماده بتتحول من سوليد الى فيبر بدون بدون العبور على الحاله الليكويد، كان دي كنا بنقول عليها ايه سبليميشن، كنا بنقول على الحاله دي سبليميشن. اذا السوليد اتحولت الى جاز مره واحده ودي اسمها سبليميشن. طب عشان احولها من جاز الى سوليد، تمام، عشان احولها من جاز الى سوليد مره واحده بدون الوصول على الحاله الغازيه دي برضو اسمها ديسبوزيشن، تمام. يبقى تحويلها من السوليد الى جاز اسمها سبليميشن، لكن تحويلها من جاز الى سوليد اسمها ديسبوزيشن. يبقى الحاله اللي فوق دي اسمها سبليميشن واللي تحت اسمها ديسبوزيشن. طيب انا برضو لازم تاخدوا بالكم ان الحاله اللي موجوده هنا تقدر تعرف فيها، يعني مثلا لو قالك ايه اللي موجود على السهم فوق، انت بتبص هي ميه كانت سوليد اتحولت الى جاز، ازاي الميه لما تتحول الماده او الليكويد لما بتحول من سوليد الى جاز بيبقى اسم العمليه سبليميشن، لو اتحولت من جاز الى سوليد على طول بيبقى اسم العمليه ديسبوزيشن. يبقى تاني انا لو عندي جاز، ماشي، هبدأ الأول بالليكويد، الليكويد علشان يتحول للحالة السوليد اسمها فريزنج، علشان يتحول من السوليد إلى الليكويد اسمها ميلتنج، يبقى ده فريزنج اللي هو تجميد، صح كده، ومن سوليد إلى سائل اسمها ميلتنج أو بنقول عليها تذويب ذوبانية، بس عشان نفتكرها مع بعض. أما السوليد لما بتحول للجاز على طول اسمها سبليميشن، لما بيرجع من الجاز للسوليد اسمها ديسبوزيشن، ودي احنا لسه حالا قايلين. أما تحويل الليكويد إلى جاز، أنا بحول الليكويد لجاز اسمها كوندنسيشن، اسمها ايفابوريشن، تبخير. أما تحويل الجاز إلى ليكويد اسمها كوندنسيشن أو تكثف، تمام كده. طيب زي ما اتفقنا، مثلا لو انا عندي المادة في الحالة السوليد وما زلنا لسه عند درجة الحرارة بتاعت الفريزنج، وليكن دي المية ودي درجة الحرارة 0، تحت 0
بيكون مثلا وليكن سالب 4 سالب 5 سالب 10 مثلا، اللي هي زي درجة الحرارة اللي موجودة في الفريزر، كل المية بتكون على هيئة سوليد. عند الصفر بتلاقي شوية سائل وبتلاقي شوية سوليد، وعلشان احول السوليد الى سائل في الحاده دي محتاجه اللي احنا لسه حالا قايلينها، اللي هي الايه، المولر هيت اوف فيوجن. المولر هيت اوف فيوجن كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان احول 1 مول من الحاله السوليد الى الحاله الليكويد. زودي درجه الحراره عن الصفر، ساعتها الماده بتكون في الحاله السائله ليكويد. اول ما نوصل لدرجه الغليان البويلنج بوينت، ساعتها الليكويد بيتحول الى فيبر، تمام. والليكويد والفيبر دي في حالة إكوليبريم. الفيبر من بعد كده بقى لو هما الاتنين في حالة إكوليبريم وخلصت الليكويد كله، كله تحول إلى فيبر. ده كله احنا عارفينه سهل، يعني تحت الفريزنج بوينت هي سوليد، عند الفريزنج بوينت هما الاتنين في ايه، في اتزان، مين السوليد والليكويد. ما بين الفريزنج بوينت والبويلنج بوينت هو في حالة ليكويد. عند البويلنج بوينت طول ما هو في نفس خط البويلنج بوينت، الليكويد والفيبر في حالة إكوليبريم. بعد لما زود عن البويلنج بوينت بيكون هو الفيبر هو اللي مسيطر. طيب تعالى كمان نكمل. احنا قلنا ايه، جاب لك المية. المية عند درجة حرارة سالب 20 بتكون ايس، بتكون تلج. عند درجة حرارة صفر بيكون المية والايس، الليكويد والايس في حالة ايه، في حالة اكوليبريم. وعلشان احول 1 مول من الووتر الى من الايس الى 1 مول من الووتر، يعني من الحالة السوليد للحالة الجاز، محتاجة الهيت اوف فيوجن. طب صح كده، الهيت اوف فيوجن. ما بين الهيت اوف فيوجن، تمام، هنا اول ما ترفع درجة الحرارة عند ليكويد، الووتر مولكيول بيبدأ ياخد طاقة يعني درجة حرارة، وبالتالي بيتحول إلى ليكويد. والهيدروجين بوند هنا بتكون ضعيفة، تمام، الهيدروجين بوند هنا بتكون ضعيفة. ليه؟ لأن الليكويد بيفقد شوية من الصلابة بتاعته. وجينا عند درجة الغليان، بيبقى عندي هنا ما بينهم هما الاتنين، ما بين درجة، طول ما درجة الغليان شغالة أنا عندي مية وبخار في حالة إيه؟ في حالة كوليبريم. عشان كده بيقول ان البلاتو هير is 7 time longer than the melting point، يعني ان المية والجاز الطول بتاع الطول بتاع الكيرف هنا اعلى 7 مرات من الطول بتاع الكيرف بتاع الايس. ما علينا، بعد كده ارفع عن درجة البيلتنج بوينت، بيكون المية على شكل بخار، بيكون المية على شكل ايه، بخار. هنا في الوقت ده، هنا درجة البويلنج بوينت او الهيت اوف فيبورايزيشن هي اللي بتكون موجودة هنا، عشان برضو مهم الجدول ده. هنا الهيت اوف فيبورايزيشن اللي هي البويلنج بوينت او الهيت اوف الفيبورايزيشن، يعني انا وصلت خلاص لدرجة الغليان. بعد كده هنا الفاصل ما بين المية والستيم، الستيم اللي هو البخار. بعد كده المية كومبليتلي اتحولت الى فيبر. لحد دلوقتي موجودة عندي مية، ما زالت. أول ما المية تخلص يبقى كل المية اللي عندي اتحولت إلى ستيم أو اتحولت إلى فيبر، بيطلع عندي غاز الماء أو الفيبر. with slope different than for water، السلوب بتاعه مختلف شوية عن المية العادية، تمام. وهنا المية كلها اتحولت إلى ليكويد، والبول الهيدروجين بوند بتكون أضعف وأضعف، تمام. خلي بالك هنا زي ما اتفقنا، مهم قوي تعرفي الحاجات اللي موجودة، بس احنا خلاص فاهمينها. تحت الصفر بيكون المية ايس، والمولكيول بيكون فايبريت، فايبريت يعني بيتحرك او بيكون في حركة تصادم. بعد كده هنا عندي الميلتنج بوينت هيت اوف فيوجن اللي هو الاتش اف يو اس، اللي هو كمية الطاقة اللي انا محتاجاها عشان احول المية في الحالة من الحالة الصلبة للحالة الغازية عند ايه، درجة الحرارة الحرجة. عند الميلتنج، عند درجة الحرارة بتاعت التجميد، معلش. خلاص سهل قوي، تقدروا تعرفوها. فرقي ما بين الهيت اوف فابورايزيشن وفرقي ما بين الهيت اوف فيوجن، مهم قوي تعرفي تفرقي ما بينهم هما الاثنين. بعد كده الفيز دايجرام، الدايجرام ده بتاع الحرجة اللي هو الكريتيكال بوينت، الكريتيكال هيت بوينت، والكريتيكال ايه، بريشر بوينت. بيقول a diagram that show completely the relationship between the phases، ده الفرق ما بين الثلاثة فيز، دي الجاز ودي الليكويد ودي السوليد، تمام. عند الضغط، عند الضغط العادي
عند الضغط الصولد اهو موجود في الحالة دي، درجة الحرارة قليلة والضغط بيزيد، طول ما هو كده هو صولد. عندي بقى البوينت هنا اللي ما بينهم هما الاتنين اسمها تريبل بوينت. ليه؟ لانها بتجمع ما بينهم هما التلاتة، بتجمع ما بين الصولد وتجمع ما بين الليكود وبتجمع ما بين الجاز. بعد كده دي اسمها الكريتيكال بوينت. الكريتيكال بوينت اللي عندها ما تقدريش تحولي ليكويد اكتر من كده الى جاز، خلاص كل الليكويد اللي عندي خلص، ما عادش اقدر احول الى جاز. وكريتيكال بوينت من الحراره، درجه الحراره اللي اباف ات، اباف ات كانت ليكوفاي، البخار ما تقدرش تعمله ليكوفاكشن الى جاز. والبويلنج بوينت من، او قصدي الكريتيكال بوينت من الضغط برضو اللي اكتر منها ما تقدرش تحول الجاز الى سوليد. يبقى انا هنا ما اقدرش احول السوليد، قصدي الليكويد الى جاز، ولا اقدر احول الجاز الى ليكويد. تحويل الجاز الى ليكويد دي اسمها الكريتيكال هيت بوينت او الكريتيكال بويلنج بوينت، وتحويل الجاز الى تسييل الجاز الى ليكويد اسمها الكريتيكال بريشر بوينت، معلش، تحويل الجاز الى ليكويد اسمها الكريتيكال بريشر بوينت، وتحويل الليكويد الى جاز تمام اسمها الكريتيكال بويلنج بوينت. تعالى كده نفتكرهم تاني مع بعض. تاني الكريتيكال تمبريتشر اللي فيها ما اقدرش احول الجاز الى ليكويد، ما اقدرش احول ذا جاز كانت بي ليكوفاي، ركز، ذا جاز كانت بي ليكوفاي، يعني الغاز ما اقدرش اسيله الى ليكويد. اما البريشر ما اقدرش احول الجاز الى ما اقدرش احول الليكويد الى جاز. ذا مينيمم بريشر ذات ماست ابلاي تو برينج اوت الليكوفاكشن، ان انا احول الجاز الى ليكويد. تمام، ان شاء الله تكونوا فهمتوا اللي انا عايزه اقوله يعني. طيب مهم قوي برضو تعرفوا ايه اللي موجود على الدايجرام ده، والدايجرام ده اسمه ايه؟ الدايجرام ده اسمه الفيز دايجرام. تمام، اسمه الفيز دايجرام، وبيوضح لي الريليشن شيب بتوين الثري فيزز، سواء في وجود الضغط ودرجه الحراره. تمام، يبقى بيوضح لك الريليشن شيب بتوين الفيزز في وجود الضغط ودرجه الحراره. تمام، اسمه جاز او الفيز دايجرام. الفيز دايجرام هنا ضغط، هنا درجه حراره، وعندك الثلاثه سوليد ليكويد جاز. النقطه اللي في النص دي اسمها تريبل بوينت، النقطه اللي فوق اسمها الكريتيكال بوينت. بعد كده مازال لسه في الفيز دايجرام برضو بيتكلم عنه، بس جايب لك المره دي الفيز دايجرام بتاع الميه، فنفسه بالظبط. ادا هنا درجه الحراره وهنا الضغط. تمام، درجه الحراره موجوده لحد مثلا لحد 100، دي اسمها البويلنج بوينت. تمام، زودي اكتر عند البويلنج بوينت يجي عندك الكريتيكال بوينت، اللي عندها ما تقدريش تحولي خلاص الجاز الى ليكويد، ما تقدريش تحولي الجاز الى ليكويد، ولا تقدري تحولي ليكويد الى جاز. يبقى انا عندي هنا تمبريتشر، التمبريتشر احنا بنقول عليها كريتيكال تمبريتشر والكريتيكال بريشر. هنا نفسه بس بتاع ثاني اكسيد الكربون برضو التلاتة، ادا التريبل بوند هي موجودة هنا اللي احنا بنقول عليها الكريتيكال بوينت، مش لازم تعرفي رقمها. هنا السوليد وهنا الليكويد وهنا الجاز، وخلي بالك ان ثاني اكسيد الكربون درجة الغليان بتاعته، درجة الغليان بتاعته -57، لان هي هنا دي المفروض درجة الغليان. تمام، خلاص كده ايه، الحمد لله خلص جزء السوليد، وان شاء الله اكون قدرت اغطيه كله. السلام عليكم ورحمة الله.